مستوى العالم في مجال التدريب، شركة أمريكية وشركة تانية إنجليزية مصنفة واحدة من أفضل الشركات على مستوى إنجلترا في مجال التدريب، وبعض الشركات التانية اللي واخدين منها اعتماد دولي في التدريب يعني في مصر وبره مصر يعني. من غير ده كله أنا عندي بنوتة ولد صغيرين، فلو ربنا كرمكم وطلعتوا أي حاجة كويسة أقول لكم ما عجبكوش الكلام إحنا نخلص من دلوقتي هنا إيه مفيش دعوة بيهم خالص يعني. الله يخليك من قبل ربنا يبارك لك فيهم من قبل ما تدي الكورس. ربنا يكرمك تسلم. طيب الحقيقة في نصيحة أنا بحب أقولها في بداية أي محاضرة أو حتى لو بزنس تريننج يعني لو تدريب في الشركات أو حاجة، النصيحة دي بعتبرها بداية التغيير. كتير قوي حضراتكم وانا اقولكم بنحضر محاضرات بنحضر تدريبات بنحضر كورسات بنحضر دروس دين حتى المفروض الغرض منها حاجه من اثنين، يا اما مهاره معينه مش موجوده عندي بالمره وبحضر عشان اتعلمها، مش سمعت الكلام ده قبل كده تسمعيه تاني، مش موجوده عندي بالمره فبحضر عشان اتعلمها، يا اما المهاره موجوده عندي وبحضر عشان ايوه اطورها واشتغل. انتوا جايين بقى من الشغل ومن الكليات وكده فايه جايين تقطعوا شحن هنا يعني صح؟ طيب هنسخن ان شاء الله يعني. طيب عشان اطورها واقدر انميها واشتغل عليها تمام، في حاجات من اللي احنا هنقولها اتفضل في حاجات من اللي احنا هنقولها هنبقى عارفينها، هتقول لي نفسك بعملها مش جديده كنت بعملها بس ما اعرفش اسمها كده ولا موجود مش مشكله، في حاجات بقى ثانيه هتبتدي تنور معانا، هبتدي اقول لنفسي النقطه دي لو خدت بالي منها النتائج هتفرق كتير جدا، العيب ده لو خدت بالي منه المشاكل تقل كتير قوي، التكنيك ده او الاسلوب ده لو ابتديت اطبقه البرفورمانس او ادائي يتحسن بشكل افضل او بشكل اكبر. النص الاولاني من النصيحه، اول ما نلاقي حاجه من الحاجات اللي هتنور معانا دي عاده بيبقى معاكم بلوك نوت او اجنده او حاجه، عاده بيبقى معاكم بلوك نوت او اجنده او حاجه بتاخد فيها كورسات، اول ما نلاقي حاجه من الحاجات اللي هتفرق معانا وابتدي اقول لنفسي دي هتفرق معايا جامد اقلب البلوك نوت او الاجنده على ظهرها وفي اخر صفحه اكتب لنفسك كي وورد كلمه او كلمتين تعرفك بالحاجه الرئيسيه اللي انت او انت قررت ان دي هتفرق معايا خلاص، بحيث ان في اخر المحاضره او السيشن والكلام مش على النهارده بس يا جماعه، اي حاجه عايزين نخرج منها بفايده وبتغيير، بحيث انك في اخر المحاضره او السيشن او التدريب ده تفتكروا هكتب كام حاجه في ظهر الاجنده، ها اطلع بكام حاجه تفتكروا خالص بالظبط، ده هم لازم يبقوا 2 3 4 ده كتير، احنا بنتكلم على الحاجات الرئيسيه اللي هبتدي اقرر ان دي تعمل معايا فرق وتغيير في البرفورمانس بشكل عام، لما احتاج الحاجات الكتير دي هرجع لوش الاجنده. ده النص الاولاني من النصيحه، النص السهل اللي ساعات ناس بتعمله. النص الاصعب اللي بيقع من الناس كتير، ما تعديش يوم المحاضره ولا التدريب، ما تخشش تنام، ما تحطيش راسك على المخده قبل ما تجيب ظهر البلوك نوت وتبص في الحاجتين ثلاثه اللي انت قررت انهم مهمين وتبتدي تقول لنفسك انا هعمل ايه في دي؟ انا هتابع دي ازاي؟ انا هشتغل على دي ازاي؟ انا هراقب نفسي في الحته دي ازاي؟ عملت كده دي تعتبر بدايه التغيير وهتبدا وتبداي تطبق وتبدا تشوف شويه نتائج وبوابات. ما عملتش كده الاجنده والبلوك نوت هيخشوا مع اخواتهم في الدرج اياه عارفينه؟ اللي بنحوش فيه كل حاجه ده هيخش مع اخواتهم هناك وهنلتقي في محاضرات ومحاضرات او يجي عليك وقت زي ما ناس كتير ساعات بتعمل يا عم ده كلام نظري ده ما بيتطبقش ده ما فيش منه رجل الف شكر مش رايح هناك. فانت اولى بالوقت اللي حضرتك بتستثمره هنا والتغيير اللي ان شاء الله هتوصل له. انتوا عايشين ليه بقى؟ ده السؤال. الحقيقه انا قبل ما حد انا مش عايز حد يجاوب انا بس عايز اخبط ثلاث اسئله ورا بعض. السؤال الاولاني كم واحد في حضراتكم سال نفسه السؤال ده اصلا؟ انت عايش ليه؟ كويس جدا كويس جدا الناس العاديه بقى كويس جدا. طيب السؤال اللي بعده كم واحد لما سال نفسه لا اجابه؟ شكرا الا من دس الا من دس شكرا كويس. انا خدي بالك انا لسه مش عايز اجابات انا بس عايز ايه او لا. فكم واحد سال نفسه ماشي ما انا عارف انا مش عايز اجابات خد بالك انا عايزك انت تسال نفسك انت ممكن ما ترفعش ايدك على فكره. فكم واحد سال نفسه السؤال ده؟ كم واحد لما سال نفسه لا اجابه؟ السؤال الثالث كم واحد نفسه لما سال نفسه ولا اجابه عرف ازاي يحقق اللي هو عايش له ده؟ مش عايز حد يرفع ايده. الثلاث اسئله دول زي رج الدواء كده عشان ايه؟ تشغيل المفعول. احنا بنرج دماغنا في الاول عشان نبتدي نشوف احنا جايين ليه النهارده خلاص. وبالتالي دي ثلاث اسئله محوريه انا عايش ليه. طيب عرفت الاجابه ابتديت او سالت نفسي السؤال ابتديت اطلع الاجابه ابتديت اشوف احقق الكلام ده ازاي. هو ده الغرض من المحاضره ان شاء الله اللي احنا هنخرج بيه تمام. نرجع بقى للسؤال الاولاني انت عايش ليه. الناس بقى اللي طلعت اجابه احب اسمع يعني ايه اللي طلعوا اجابه. اللي طلعوا اجابه
اي حد من طلعه جاب عارف وعايش ليه حتى لو جابها نص نص. اسم حضرتك شريف. قول يا شريف. عايش ليه؟ ربنا ما خلقناش هباء يعني لازم تأدي رساله تعملها يعني ما يعني اي شخص اي شخص لا لازم تبقى شخص يا شريف. ماشي خش في صلب الموضوع. انت عايش ليه؟ اكيد هعمل حاجه ان شاء الله عشان احقق الغرض اللي ربنا خلقني عشانه. اشكرك. الإجابة أحد الإجابات المشهورة عشان أرضي ربنا، حطوا تحتها بقى أي حاجة. يعني المهم في الآخر عايش عشان أرضي ربنا، شكرا يا شريف. ها مين تاني عايش ليه؟ بالنسبة لي أنا قعدت فترة كبيرة أوي بسأل نفسي السؤال ده كتير، اللي هو يعني أنا في عشوائية في حياتي في الآخر وصلت إن لازم الأول أحط رسالة وهدف وكان دايما تحته أهلي، فكانت معلمة إن عندي وعندي فانا بالنسبه لتفاصيل المدى ان شاء الله. لا تفاصيل المدى خالص، انا بسال انت عايش ليه؟ ده العيش بشكل عام. اعلم واتعلم. كويس قوي. فانا عايش ليه؟ اتعلم احقق ذاتي وافيد غيري، صح؟ ده انت عايش ليه؟ ماشي. مين تاني عايش ليه؟ في اجابات نموذجيه لسه ما سالتش. والنبي واحده بس. انا حاطه لنفسي هدف ازاي انا معرفش بس يعني بس عندي هدف معين عايز احققه. انا عايز احقق ذاتي، صح؟ يعني احط لنفسي هدف عايز الاقي نفسي فيه. طيب كويس جدا. هو انا ما عنديش اجابه ليا يعني شخصيا، بس يعني انا اللي اقصد ان انا ما وصلتش للاجابه، بس بوينت انا مثلا انا كريم عايشه ليه؟ انا حاطه لنفسي هدف ان انا ما ينفعش ان انا اطلع من الدنيا دي غير لما ابقى سبت بصمه. بصمه دي اسمها ايه؟ انا اخترت التعليم. كويس. انا اخترت ده لكن لسه بقى ليه او ازاي افيد الدنيا دي بحاجه ما. يعني بناء الامه، نهضه المجتمع، بلاش النهضه خلاص الحلقه. المهم يعني نفع الناس ايا كان. المهم في الاخر انا عايز اسيب حاجه في الدنيا دي. طيب شكرا. دي اغلب الاجابات النموذجيه. دايما الاجابات بتتمحور حوالين عشان احقق ذاتي، عشان ارضي ربنا، عشان ابني الامه او ابني افيد مجتمعي وبلدي. خلاص. وفي اجابه مشهوره بتطلع لما العدد بيزيد عن كده، انا عايش عشان خاطر ولادي، صح؟ يعني عشان خاطر ولادي واحسن ولاد في الدنيا. تمام. السؤال بقى، الحاجات اللي حضرتك قلتوها دي عشان نفسي، انا عايش عشان ابني الامه، انا عايش عشان ارضي ربنا، انا عايش عشان خاطر ولادي والدي والدتي، عشان حد شخص ما في حياتي. تمام. السؤال بقى المهم بقى، الحاجات اللي احنا قلناها دي الفعل ولا الاثر؟ هو ايه بقى الفعل؟ هو ايه بقى الفرق بين الفعل والاثر؟ طيب الفعل ده حاجه انا بعملها عشان احقق بيها نتيجه معينه. تعالوا ارسم لكم كده صوره معينه عشان نتخيل بيها الفعل والاثر. حضرتك وحضرتك واقفين قصاد بركه ميه، بحيره، خلاص؟ طيب الميه راكده ثابته، فجاه بدات الميه ايه؟ تتحرك. ايه الاحتمالات اللي حركت الميه؟ ممكن يكون ايه اللي حصل؟ شكرا. اول حاجه حد رمى طوبه في الميه فالميه اتحركت. وقع. صح؟ داس. حد ضفدع نط جوه الميه، واحد داس برجله جوه الميه فالميه اتحركت. شويه هواء. شكرا. شويه رياح جت حركت الميه، صح؟ ثمره وقعت من شجره في الميه فحركت الميه. كل دي الاحتمالات، صح؟ طيب حركه الميه دي الفعل ولا الاثر؟ دي الاثر، النتيجه بتاعت افعال متعدده، صح؟ يعني الافعال عندنا كانت رميه الطوبه او الشخص اللي داس في الميه او الهواء اللي جه او الثمره اللي وقعت، ده الفعل. لكن في الاخر حركه الميه هي النتيجه بتاعت ايه؟ بتاعت الفعل، صح؟ طيب تعالوا نربط بقى ده بالكلام اللي احنا قلناه. لما اجي اقول انا عايز ارضي ربنا، ده فعل ولا اثر؟ ده اثر. ده نتيجه، صح؟ تعالوا نقرب اكتر، اعرف ان نتيجه. هو احنا كلنا بنرضي ربنا بنفس الشكل؟ واحنا كلنا بنحقق ذاتنا بنفس الشكل؟ واحنا كلنا بنبني الامه بنفس الشكل؟ كلنا عايشين عشان ولادنا بنفس الشكل؟ اكيد لا، صح؟ فتعددت الافعال والاثر ايه؟ قد يكون واحد. ففي الاخر هو ربنا خلقنا عشان اعمار الارض وعشان نبني وعشان نعمل. ففي واحد بيعمر الارض انه يعلم الناس، واحد تاني يعمر الارض انه يعالج، واحد تالت يعمر الارض انه مثلا يعمر يبني زي حالتنا كده، يبني بنى تعمير حقيقي فيزيكال يعني، خلاص؟ طيب في واحد تاني عايش عشان يحقق ذاته، فهو يحقق ذاته ده يعمل مشروع خاص، واحد تاني يحقق ذاته ده ولاده يطلعوا الاوائل في التعليم ودكاتره
واحد تالت يحقق ذاته ده بان هو يبقى رئيس مجلس الاداره اداره الشركه اللي هو فيها وهكذا، صح ولا لا؟ وبالتالي كلمه حقق ذاتي ارضي ربنا كل الكلام ده ده الاثر. لكن المهم مهم في الاول ان انا احدد الاثر اللي انا عايز اسيبه في حياتي، البصمه زي ما ريم قالت، يمكن النتيجه او الاثر اللي انا عايز اسيبه في حياتي، ومن ارجع لايه بقى؟ للفعل. هو انا هرمي طوبه ولا انا هوقع ثمره ولا انا احرك هواء ولا انا هنزل بنفسي في الميه عشان في الاخر ايه؟ الميه تتحرك، تمام؟ كان ليا واحد شريكي راجل مهندس كده كبير في السن، راجل استشاري يعني، فسالته السؤال ده، قلت له انت عايش ليه؟ قال لي الاجابه النموذجيه، عايش عشان ولادي. خلاص؟ قلت له كويس قوي، مالهم يعني ولادك؟ قال لي عشان يبقوا احسن ولاد في الدنيا، مش ده حلم اي واحد فينا لاولاده؟ صح؟ طيب عشان يبقوا احسن ولاد في الدنيا. قلت له طيب بتعمل ايه بقى؟ لا ما قلتلوش ليه؟ الاثر ما فيهوش ليه؟ الاثر ده النتيجه ان انا عايش عشان اللي انا هترضيني السيلف ساتسفاكشن، خلاص؟ لكن قلت له حلو قوي، بتعمل ايه بقى؟ قال لي بعمل ايه؟ يا سلام، هو الفحت اللي انا فيه ده كله ليه؟ وانا طالع عيني وبشتغل وبتفحت ليه؟ عشان اعلمهم احسن تعليم واكلهم احسن اكل واشربهم احسن شرب. قلت له طيب حلو قوي. قلت له تفتكر اللي حضرتك بتعمله ده ايه اللي فيه مختلف عن اي واحد تاني في الدنيا حواليك؟ ما هو كل الناس بتعلم ولادها على قدر فهمها يعني احسن تعليم واحسن اكل واحسن لبس وكل حاجه. ايه اللي يربط الاثر هو ايه بقى؟ احسن ولاد في الدنيا، صح؟ ايه اللي يربط بقى الاثر ده بالفعل اللي حضرتك بتعمله؟ ايه اللي بتعمله مختلف؟ فقلت يعني هو قال لي امال اعمل ايه تاني؟ هي القصه مش انا اللي اقول لك تعمل ايه تاني. القصة انت حددت اثر وبالتالي محتاج تحدد له الايه؟ الفعل بتاعه. وبالتالي كون النهاردة حضرتك مثلا انا عايز ابقى رئيس مجلس ادارة فودافون فور اكزامبل، انا معماري مبدئيا ما ينفعش مش بصيط لحد يعني. انا عايز ابقى رئيس مجلس ادارة فودافون، ده فعل ولا اثر؟ ده فعل. ليه بقى مش ازاي؟ ليه ده الفعل مش الاثر؟ انت عايز تبقى مثلا الهدف هو اخر حاجة انا اوصلها، يعني لا الهدف غير الاصل، خدي بالك بقى اسمعي. الهدف ايوه، ما انا عشان كده خد بالكوا احنا بنغربل في الاول عشان نوصل. طيب الهدف ده فعل، ده حاجه بعملها فعل يبان، الاثر ده نتيجه تبان او ما تبانش، احسها لوحدي او الناس تحسها. واحده واحده يا جماعه، الفعل ده فعل، حاجه بتتعمل لوحدي. ان انا ابقى رئيس مجلس اداره فودافون دي مش حاجه بعملها لوحدي، صح؟ طيب الاثر بتاعها ايه؟ والله ممكن يبقى الاثر، ممكن يبقى الاثر ان انا ابقى غني في مجالي، يعني اما ابقى باخد سالري كبير فابقى غني، خلاص؟ ممكن يبقى الاثر ان انا الشهره، انا عايز ابقى مشهور فده الاثر. ممكن يبقى الاثر ان انا والله فودافون في مجالي من الشركات اللي بتكونتريبيوت او بتشتغل على خدمه المجتمع بصندوق معين عندها كده، فانا عايز ابقى شغال في مجالي وكمان ابقى بفيد المجتمع من خلال مجالي. فالفعل واحد ان انا ابقى رئيس مجلس الاداره، ان انا ابقى غني، ان انا اتبسط، ان انا ابقى مشهور، ان انا ساهم في المجتمع، هو ده الايه؟ الاثر. وبالتالي يا جماعه هو الفرق ايه؟ الفعل ده حاجه انا بعملها والاثر هو النتيجه. فالنتيجه دي مش دايما حاجه ايه؟ ملموسه. تانجبل، حاجه ماديه، حاجه ملموسه. لا هي كتير قوي ممكن تبقى حاجه ملموسه، الراجل ده مشهور، صح؟ عايز ابقى اشهر مذيع في مصر، مشهور. خلاص؟ ده الاثر، الفعل ان انا ابقى مذيع في حاجه كبيره بشكل معين. الاثر بتاعها الشهره. خلاص؟ او السيلف ساتسفاكشن، ان انا ارضي ربنا. رضا ربنا ده اثر ولا فعل؟ اثر. فان انا ارضي ربنا هحفظ القران كله، ده فعل، صح؟ الاثر بتاعه بعمله ليه؟ عشان ارضي ربنا. طيب انا هحفظ القران كله عشان ابقى اشهر قارئ في مصر، ده اثر تاني ماليش دعوه بالنيه بقى. خد بالك ما حدش يخش بقى في ايه يعني ده ينفع ولا ما ينفعش، كل واحد ليه الفاليوز القيم بتاعته. انا بتكلم بقى على المفهوم، واضح يا جماعه؟ وبالتالي انا هعمل ايه؟ ده الفعل. الفعل ده انا بعمله ليه؟ ده الاصل، ده النتيجه، واضحه؟ وبالتالي انا بسال نفسي انت عايش ليه؟ عشان ابتدي اشوف هو ايه الاصل، ايه النتيجه اللي عايز احققها في حياتي. لما احدد بقى الاثر ده ابتدي انزل منه لايه؟ للفعل بقى. طب اعمل ايه عشان احقق الكلام ده؟ اعمل ايه عشان ولادي يبقوا احسن ناس في الدنيا؟ طب انا عايش عشان احقق ذاتي، ايه اللي لما اوصل له اقول ان انا كده انا مرضي انا حققت ذاتي؟ طب انا عايش عشان ابني الامه مثلا او اخدم البلد، صح؟ ايه اللي لما اعمله اقول انا ساتسفايد؟ عشان كده في اكسرسايز لطيف قوي بيقول لك عشان تبتدي تشوف اكتر تعمل ايه بقى؟ بيقول لك تخيل كده عيد ميلادك ال 60،
وابتدي تخيل نفسك بتحتفل بعيد ميلادك الستين، بغض النظر بقى عن ايه شرعيه الاحتفال، وبغض النظر هتوصل للستين ولا لا، وبالذات في الزمن ده يعني الحاجات دي مش مضمونه خالص. ماشي، بتحتفل بعيد ميلادك الستين، تمام؟ عايز لما تبص حواليك تشوف ايه؟ ده اكسرسايز وجربوا اعملوه، وده احد الوسائل اللي بتساعدك. عايز ابص لاولادي اليوم عاملين ازاي؟ اللي انا في العشرين قلت عايزهم ايه؟ احسن اولاد في الدنيا، صح؟ عايز انت نفسك كخالد تبقى عامل ازاي؟ ابقى رياضي، ابقى رئيس مجلس اداره، ابقى اعلامي، ابقى فنان، ايا كان، عايز تبقى عامل ازاي؟ عايز والدك والدتك تبقى شايفهم ازاي؟ ربنا يبارك فيهم يعني. خلاص؟ ايه؟ شويه بمثال في كتاب اسمه كتاب الحياه، بيقول ان انت تتخيل يوم جنازتك مثلا، الناس عايزهم يجوا عندك ايه؟ ما احنا بنرجعها قبل جنازتك بيومين عشان ما نقفلش الناس، موعد ميلادك ال 60 ده يعني فاضل لك زلطه وتطلع بره، فمش فارقه. نقدر نقول ان الاثر بيساوي رساله، والاهداف بتساوي الفيجن بقى، الرؤيه. يس. انا كنت لسه احاول التكنولوجي ده بعد كده. الرساله والرؤيه، الرؤيه هو الفعل اللي بنعمله، بس الرؤيه دي حاجه طويله المدى وهنتكلم عليها كمان شويه. النتيجه منها هي الرساله، رسالتك في الحياه بقى انت عايز تحقق ايه؟ بس ايه لا سيبيها، انا عارف اسماء اصلها من الفصل متفوقين، فانا متعود عليها مفيش مشاكل. خلاص يا جماعه، فهي الفكره بقى تاني، انا في عيد ميلادي الستين ابتديت ابص ايه الحاجات اللي تهمني في حياتي؟ طب انا حققت منها ايه؟ فلما ابتدي ابص ساعتها انا عايز اوصل لايه؟ ابتدي عرفت من دلوقتي انا عايز اروح فين في الوقت ده، فابتدي ايه؟ اتحرك. واضح يا جماعه؟ وبالتالي المختصر بقى انت عايش ليه؟ هو الغرض منها انك تخطط لحياتك. ان ابتدي اشوف والله انا عايش ليه بقى في الدنيا دي؟ نفسي احقق ايه؟ اما اوصل في وقت معين وابتدي اشوف طب احققه ازاي اللي انا عايشه ده. واضح يا جماعه؟ تعالوا نخش بقى فيما قال واي تو بلان. حلو قوي. ليه اخطط لحياتي؟ يعني هي الناس اللي بتخطط لحياتها هم دول الناس الكويسه الجامده المليونيرات اللي معاهم فلوس، والناس اللي ما بتخططش يعني مرميين في السجن وعايشين على الرصيف؟ لا عادي، في ناس ما بتخططش. شكرا. يبقى الاجابه الاولانيه اخطط ليه؟ عشان اوصل اسرع، عندي اهداف معينه او عندي حاجات معينه فاعرف اتحرك بشكل اسرع. تاني ليه برضه اخطط؟ ليه يا شباب احضر؟ ليه احضر؟ ليه اخطط لحياتي؟ هستفيد ايه؟ شكرا. عشان ابقى ايه؟ ابقى شايف، صح؟ عشان ابقى شايف انا ماشي فين في حياتي، صح؟ ايه كمان؟ في مهمة في حياتي لازم اسعى ليها. اشكرك. هو مبدئيا عشان احط، يا جماعه انا عايش ليه؟ يعني احط هدف. ايه اهميه التخطيط؟ مبدئيا اعرف انا عايش ليه، احط اهداف، وبعد كده اوصل لها اسرع عشان ابقى شايف انا ماشي فين. وحاجه تانية بقى بنسميها الافشنسي، الكفاءه. ايه بقى موضوع الافشنسي ده؟ حضرتك النهارده واقف هنا، خلاص؟ طيب لو انا مش حاطط هدف في حياتي وهتحرك، ايه الاحتمالات؟ ارسم سهم فين؟ في اي حته، صح؟ ممكن اتحرك كده، ممكن اتحرك كده، ممكن اتحرك كده، ممكن اتحرك كده، ممكن كده اصلا، صح ولا لا؟ شكرا. كل الطرق مش تؤدي لنفس النقطه، كل الطرق تؤدي الى نقطه ما، صح؟ مش لنفس النقطه. حلو قوي. طيب فانا اول حاجه انا بخطط ليه؟ لما بخطط اول حاجه بقولها ايه؟ انا عايز اروح هنا، صح؟ انا حطيت لنفسي الديستنيشن، الجهه، انا عايز اروح هنا، مظبوط؟ ايه اقصر طريق بين نقطتين؟ خط مستقيم. فانا ايه؟ طلع معوج شويه بس مش مشكله. فانا لما احدد انا عايز اروح فين؟ الى حد ما اقدر اشوف الايه؟ الطريق، فابتدي اتحرك عليه، مظبوط؟ فده اللي بنسميه الافشنسي، الافشنسي اللي هي الكفاءه. يعني ايه بقى الكفاءه عموما تعريف علميا؟ الوصول الى افضل النتائج باقل موارد. موارد دي اللي هي جهد، وقت، فلوس. اي حاجه حضرتك بتستهلكها وانت بتتحرك دي موارد. جهدك ده مورد، فلوسك مورد، وقتك مورد، اللي حضر بقى اداره الوقت. ماشي يا جماعه؟ وبالتالي ايه فائده التخطيط؟ احدد لنفسي اهداف في حياتي، ابتدي اشوف الطريق عشان اوصل للي انا عايزه باقل موارد، اعلي كفاءتي في الحركه في حياتي، صح؟ طيب لو ده مش موجود ايه الاحتمالات؟ زي ما قلنا، هتحرك هنا شويه ما ياكلش ارجع، اتحرك هنا شويه
ما ياكلش ارجع كده اقعد هنا شويه صح؟ صح ولا لا؟ طيب ماشي. وبالتالي لو انا مش حاطط دي انا في الاخر بتحرك ايه؟ عشوائي في اي حته بتحرك في اي اتجاه تمام؟ وبالتالي النتيجه ايه؟ انت وحظك. هوصل هنا مفيش نتائج، انا هوصل هنا ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ مش عاجبني. طب يلا كده. ايه ده؟ وحش. طب ارجع خد تاني. ما ينفعش. طب يلا نجرب فوق وهكذا. صح؟ عشان طب اخد سؤالك وبعدين اكمل. ممكن اسالك حاجه؟ ممكن ايه؟ ممكن ايه؟ انا سؤال عن حاجه كده. اتفضل. هو انا ازاي احدد الهدف ده ان انا ماشيه فيه البدايه صح ولا غلط؟ ده لسه هيجي، خد بالك احنا لسه بنفرش. كل ده لسه في الايه؟ في الاول. احنا لسه ما قلناش خالص هنعمل ايه؟ انا كل ده بنخر كده وبفتح واشيل التراب عشان ايه؟ ننظف عشان نبني هندسه. دلوقتي انا عندي مشكله. انا حاطه هدف. تمام؟ وعايزه اوصل له. تمام؟ انا مشكله انا مش ماشيه كده، انا ماشيه كده لسه بقى لسه هيجي تاني لسه يا مروه لسه هيجي نفس القصه. يا جماعه بصوا ما تستعجلوش، خدوا المحاضره واحده واحده، ولو ما جبتش خلال المحاضره انا قاعد معاكم بعد ما نخلص نجاوب على اللي احنا عايزينه. احنا ما اتكلمناش لسه احط الهدف ازاي ولا اروح له ازاي ولا اعمل اي حاجه. انا كل ده بنتكلم على ايه؟ ليه اصلا اخطط؟ صح؟ وعشان اجيبها لكم من الاخر، يجي واحد يقول لك ايه؟ يا عم انا مبسوط كده مش عايز اخطط. عيب. سؤال. عيب. خالص على فكره، مش هو مبسوط؟ انا بتكلم عنه مش مبسوط. اللي عنده حاجه؟ هو عنده. لا. ما عندوش حاجه؟ سمعت عن الشخص العادي؟ عادي. عارفين الشخص العادي؟ هو من غير تخطيط ايه اللي بيحصل؟ حضرتك شخص عادي، اتولدت عادي، اتربيت عادي، اتعلمت عادي، اتخرجت عادي، اشتغلت عادي، صح؟ اتجوزت عادي، خلفت عيال عاديه، عشت عيشه عاديه، كملت تكملة عادية، في الآخر إيه؟ موت الموتة عادية، صح ولا لأ؟ فرقت في حاجة؟ في ناس كده؟ كتير كده. لا لسه بقى، هني هو الغالبية كده بس مبسوطين ولا لأ؟ ابتدى جمل، صح؟ فلا مش لازم يبقى ليه هدف، عايش عادي، بشتغل شغلانة كويسة، مسطور، عايش زي الفل، قهوة بالليل، شغل الصبح، خروجات ويك إند، سلام عليكم. خلصت حالها كده. في ناس معاها بس مش دي ناس تانية، أنا بتكلم على اللي لا يا عم بناقص التخطيط بتاعك، مش فارق معايا. انا بس هتبقى مشكلتي حاجه واحده، لو قال لي كده هقول له جو اهيد، حلو قوي يا بختك، بس اذا مش هتندم، لان كتير قوي من اللي بيعيش عادي دلوقتي بيجي بعد 5 و10 سنين يقول ايه؟ يا ريتني. صح؟ هم ليه دول وصلوا هنا وانا هنا؟ هو ليه فلان بقى احسن وانا وحش؟ هو ليه فلانه حققت كذا وانا ما عملتش؟ هو ليه معايا وانا معيش؟ هو ليه بيسافر وانا ما بسافرش؟ صح ولا لا؟ فلو واثق انك مش هتندم عيش عادي براحتك. انا لا بتكلم على المساله ولا على عمرك فيما افناه ولا حاجه خالص، انا بتكلم على المفهوم. انا بتكلم على المفهوم، واضح يا جماعه؟ طيب جابانيز بروفيرب كده، حكمه يابانيه بتقول ايه؟ بتقول فيجن وذاوت اكشن از ا داي دريم. الحلم، الفيجن دي اللي هي الرؤيه، الحلم الحاجه اللي انا نفسي اعملها في حياتي. فيجن وذاوت اكشن از ا داي دريم، الحلم من غير حركة دي حلم يقظة. Action without vision is a nightmare. شكرا. عارفين واحدة ده أي مهندس أي مهندس أكيد عايش بالظبط. Action without vision is a nightmare. الحركة أو الفعل بدون حلم كابوس. تعالوا ناخد بقى النصين. النص الأولاني. خد بالكم معلش يا محاضرة أنت عايش ليه؟ ما هيش زي الكوميونيكيشن وإدارة الوقت من المحاضرات الفني الظريفة اللي هي هي يعني محاضرة تقيلة وعسيفة وبتنكد على الناس ساعات، بس في الآخر الغرض إنها تعمل الشيفت إن شاء الله يعني. خلاص طيب تعالوا ناخد أول حاجة. فيجن وذاوت أكشن إز أ داي دريم. الحلم والرؤية من غير حركة حلم يقظة. يعني إيه بقى؟ عارفين الحصان والجزر؟ زمان في سباقات الحصنة كانوا بيحطوا عصاية كده تعلق جزر قصاد الحصان. ليه؟ عشان يجري فاكر إنه إيه؟ هيجيب الجزر. هيجيب الجزر، بس فعليا هو ايه اللي بيحصل؟ هو بيجري والجزره بتجري معاه. بالظبط. هو فاكر انه وانس ابون ا تايم يعني ايه؟ هاكل الجزر، لكن فعليا هما الاثنين بيتحركوا زي بعض، هو بيتحرك وحلمه ايه؟ بيتحرك معاه، فتيجي تقول له واحد حلمك ايه؟ عندك حلم؟ طبعا. ايه حلمك؟ حلمي ابقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي انا شغال فيه. خد بالك انا بدي اسقاط شويه على البيزنس اكتر وهعلق عليه كمان شويه.
حلمي يبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي انا شغال فيها. طيب بتعمل ايه؟ والله الحمد لله اللي بنقدر عليه بنعمله. بروح بمضي، بيدوني شغل بعمله، ما بيدونيش اديني بقعد استنى، بروح اتغدى انام شويه، انزل اقعد على القهوه وخلاص، وادي تاني يوم نروح وهكذا. فيجي بعد سنه اتنين يلاقي حد جه بعده عداه، ويلاقي فلان اصغر منه وبقى مديره، ويلاقي اتركن على جنب وراح حته ثانيه، وكل ده عشان الظروف والعيشه واللي عايشينها والاضطهاد والكوسه والوسطه. المهم في الاخر اي سبب غير ان انا ايه؟ حصان وجزره. فالفيجن وذاوت اكشن هو عنده حلم بس بيتحرك له؟ بيتحركلوش، هو بيتحرك عادي، هو فاكر، هو بيسيميليت ازف، بيمثل كده ان انا بتحرك. بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ بيشتغل. بيتعب؟ بيتعب. انما في الاخر حلمه او شغله وحركته ده مش على قد ايه؟ حلم. فبيتحرك ايه؟ حصان وجزر. هو بيتحرك وحلمه بيتحرك معاه، تمام؟ تعالوا ناخد النص التاني بقى. اكشن وذاوت فيجن از نايت مير. الحركه من غير رؤيه كابوس. المثال المشهور. اتخرجت عايز اشتغل. طب نشتغل في السيلز، فلوسهم حلو. طب رحت اشتغلت شويه في السيلز، لا يا عم انا خول ايديا وما بطلش تناكت الزباين وبتاع، بناقص مش شغال. طب روح الاتش ار، ده براند جديد وبومنج وزي الفل وشغال. اروح الاتش ار، لا يا عم ده ادمن ورك وبتاع وملياش فيه مش عارف ايه. ابن خالتك فتح سايبر كافيه، ما تروح تفتح زيه. اروح لمم قرشين، اروح افتح السايبر كافيه، اخسر القرشين بعد ست اشهر واجيب درف وارجع. طب جالك سفريه السعوديه، طب ما اطلع السعوديه هو عمال يعمل ايه؟ حقل تجارب. طالما انا مش عارف انا عايز اروح فين فبعمل ايه؟ بجرب بقى. فبجرب اشتغل سيلز، ما ينفعش. طب اسافر السعوديه، ما ينفعش. طب اخش في مشروع، ما ينفعش. طب اعمل مش عارف ايه. طول ما انا مش عارف انا عايز اروح فين عمال بقى ايه؟ بمشي في اي اتجاه، صح ولا لا؟ عشان كده طبعا مين فيهم احسن؟ النص الاولاني ولا الثاني؟ اللي عنده فيجن وحلم يقظه ولا؟ الاثنين مش كويسين، بس هما الاثنين اطيب من بعض الحقيقه. لا بس الثاني كويس لان هو الثاني مين؟ بتخبط معاه. حلو قوي، اشكرك كريم، انا هاخد كومنت ده. هو الحقيقه الثاني اوحش مش كويس. هو الاولاني اللي احسن شويه ليه؟ هو على الاقل عنده حاجه عايز يوصل لها، فلو فاق لنفسه في وقت من الاوقات هيبدا يتحرك. الثاني بقى انت قلت يمكن تخبط معاه، صح؟ هو ممكن يفضل يتحرك كده وبعدين يجي يوصل في وقت هنا، صح؟ بس دي احتمالاتها قد ايه في الدنيا؟ بلاش احتمالات، احتمالاتها كبيره. ينفع ابني حياتي تحت احتمال حظ او صدفه او ضربه حظ كده؟ هي دي المشكله. فاليمكن اللي بتقوليها دي احتمال واحد على ألف من ألف من ألف احتمال. فهمتني اقصد ايه؟ وبالتالي هما الاثنين الاثنين ضايعين. بس هي المشكله الاولاني على الاقل عنده حاجه ومش عارف قوي. خد بالكوا ساعات بيبقى بس فيك بالون كده، اللي هو يعني ايه؟ انا عندي حاجه عايش لها عشان يبقى اسمه عايش الحاجه، بس في الاخر ما بيعملش حاجه. فالاثنين اسوء من بعض. كانت اليس، عارفين اليس في ولاد العجائب؟ زمان كده من الحكايات العالميه يعني اللي واحنا صغيرين. هاخد سؤالك حاجة. ماشي بقى. كانت ماشية في الغابة، فماشية في طريق. فالطريق ده فجأة اتشق ايه؟ نصين كده. على قريعة الطريق على الناصية كده كان في أرنب. وفي رواية قطة، عشان قبل كده طلع لي كذا مرة طلع حد يقول لي كانت قطة. كان في ديناصور، المهم يعني كان في حاجة كائن كده على قريعة الطريق واقف على النص، خلاص؟ فالمهم أليس لما وصلت والطريق افترق قالت له قول لي أمشي منين؟ يمين ولا شمال؟ قال لها أنت عايزة تروحي فين؟ قالت له مش فارقة. قال لها يبقى إيه؟ يبقى مش فارقة. براحتك خش يمين او شمال طالما انت مش عارف عايزه تروحي فين، مش فارقه هتمشي في اي طريق. فدخلت بقى في اليمين لقيته مسدود، لف وارجع تاني. اجرب الشمال، مش فارقه. دخلت في الشمال ووصل لاخره، وبعد ما وصلت اكتشفت ان ايه ده، انا ايه اللي جابني هنا؟ لف وارجع تاني اما اجرب اليمين، مش فارقه. طول ما انت مش عارف انت عايز تروح فين، مش فارقه هتمشي ازاي. واضح يا جماعه؟ انا عايز اسال حاجه. اسمع حضرتك، اسمع مصر، ماشي يا لو انا عايز اشتغل مثلا في شركه مالتي ناشونال، انا عارفها وعارف اسمها وعارف يعني انا عارف هي، بس ازاي انا مثلا في البدايه ما حالفنيش الحظ ان انا اشتغل في الشركه المالتي ناشونال؟ ده طبيعي هشتغل في شركه ناشونال الاول، بعد كده مثلا سي هشتغل لي في الخليج شويه، بعد كده هشتغل ايه؟ ماشي ارجع لها تاني. فدي انا بدل ما باخده كده، لا انا باخده كيرف، انا مش باخده يعني مش باخده حظ نصيبي، انا باخده يعني كيرف المفروض. صح صح، انا ساعات اغير التراك شويه عشان اوصل نفس النقطه. طب ده صح ولا غلط؟ لا ده صح جدا. انا بس هتحفظ على انا عايز اشتغل في شركه مالتي ناشونال، لان ده تعليق بيجي كتير. انا جاي للوظيفه الفلانيه، انا عايز اشتغل في المكان الفلاني، انا قدامي العريس الفلاني، انا عندي الجوازه الفلانيه، انا عندي السفريه الفلانيه.
خدوا بالكم بقى، اول غلطه في التعايش ليا وفي التخطيط للحياه انك تبص من تحت لفوق. انا قدامي ايه دلوقتي اعمل فيه ايه؟ احنا المفروض احدد ايه اول حاجه حددناها وانا واقف هنا؟ انا عايز اروح فين؟ بعديها بقى ابتدي اشوف امشي ازاي. غلطتنا الشائعه دايما ان احنا بنبص فين؟ انا اتخرجت من كليه هندسه، ايه رايك اشتغل ديزاينر ولا اشتغل موقع؟ حلو قوي. هو انت عايز في عيد ميلادك ال 60 تبقى عامل ازاي؟ عايز ابقى مطرب. على فكره ده بيحصل، سيبك بقى من مطرب ولا اي حاجه، بيحصل. عايز حاجه ثانيه خالص. بس الاصلي امال الخمس سنين بتوع الكليه ارميهم في لا ما تلمهمش، حوشهم وضيع بقى ال 30 اللي فاضلين. هي دي المشكله. فانا هاجي لاجابه سؤالك ده، بس فكره ان انا شفت البلان عشان اوصل لنفس الهدف ده اللي هيحصل. ده مش ده احتمال، ده اللي هيحصل. دي لسه كنا هنكومنت عليها. وضحت يا جماعه؟ اكشن وداوت فيجن وفيجن وداوت اكشن. طيب يجي السؤال بقى بتاعهم، انا حطيت الديستنيشن، هل لازم لما احط الطريق كده امشي كده؟ يعني سالك معايا زي السكينه في الحلاوه على ورق اللب كده؟ لازم المحل النجاح. انا حطيت بلان، انت ماشي في الحياه في عيشتنا دي في بلدنا دي بظروفك دي في اي حته. اه بالظبط. هو طبيعي جدا حضرتك تمشي شويه وتلاقي ايه؟ تلاقي اي حاجه، المهم تلاقي حاجه وقفتك. خلاص؟ تعمل ايه بقى؟ اعمل ايه لما الاقي دي؟ انا واقف هنا وعايز اروح هنا. ايوه اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ هغير جزء من خطتي وديه. طيب شوف اسم حضرتك؟ يعني انا اعمل كده. صح؟ كويس قوي. الف كده، ماشي. ايه تاني؟ بس كده؟ انا عايز كل الاحتمالات، اعمل ايه؟ الف شمال. اه ماشي، او الف كده. هي مش لازم كده، ممكن الف من طريق بعيد زي ما احمد كان بيقول كده وارجع في الاخر. بس انا في البدايه مش هطلع خط مستقيم، انا في البدايه انا هطلع من انا لغايه من اصابعي. مش مزاجك. انا مش هطلع. مش مزاجك خالص. لا ما مش مزاجك خالص، على فكره ينزل لك قانون واحد يدخلك الخط المستقيم بتاعك ده خالص. ماشي يعني. انا اقصد ان انا هطلع من انا اشكرك. اه انا بس هكمل. انا اقصد ان انا مش هطلع من البدايه على خط مستقيم، انا هطلع ايه؟ اه من الاول مش لازم امشي كده؟ لا انا مش همشي كده، انا عن نفسي انا هطلع من ايه؟ بص يا احمد نصيب. طيب. لا يعني بص يا محمد، هي القاعده الاصل ان انا برسم لنفسي ايه؟ ما احنا قلنا فائده البلانينج ايه؟ الافشنسي، اوصل لافضل نتائج باقل ايه؟ وقت ومجهود. فالطبيعي ان انا اللي انت بتقول منحنى ده هو فعليا في التطبيق هو خط مستقيم. يعني ان انت تطلع تقول انا هطلع اشتغل في شركه بره عشان اخد خبره، ده مش منحنى، ده الخط المستقيم. لان في الاخر لو مشيت عدل مش هتاخدها عشان في حاجه معينه لازم تتعمل، فده الخط المستقيم بتاعك. لكن مش الطبيعي ان انا ابدا البلان بالطريق البعيد. الطبيعي ان انا ببدا باقصر طريق ولما الاقي عقبه زي ما قلنا الف يمين شمال او اخترق. لا العقبه دي انا هعديها اتجاوزها بشكل ما. في احتمال تاني؟ اخترق او اعدي من فوق. في ناس بتقف. شكرا. هو في احتمال اللي بيحصل كتير يقف هنا ويعمل ايه؟ ويعيط بقى يا فاشل يا فاشل، مفيش فايده مفيش فايده، انا عملت اللي عليا، انا جربت وانا حاولت قفلت مش نافع اصل فاصل اي حاجه، يقعد في اوضته ويقفل عليه باب ويضرب سقف ويقعد ايه؟ خلاص بقى مفيش فايده، ده احتمال وارد. صح؟ وبالتالي الفكره ان انا لما بحط التراك ده انا في الاخر اللي بقرر ايه اللي يخليني بقى اكسر الحاجز ده وانط من فوقيها واحوله. ماشي. ايوه ماما انا بس ما هو مش حد بيجي ان انا لازم احاول عشان اوصل، يعني خلاص ما انا حاولت ووقفت. قول الهدف بتاعي. شكرا. على قد ما ده يهم حضرتك وحضرتك على قد ما هتحارب عشان توصل له. ده بقى ما كانش مهم، ده انت مسؤول له، ده انت ضاغط على نفسك، ده انت عايز تعمله عشان هي الحياه ودتك كده. مع اول قلم هتعمل ايه؟ هتسلم لف وارجع تاني. صح ولا لا؟ وبالتالي على قدر اهميه الحلم بتاع حضرتك ورؤيتك في حياتك على قدر ما هتدافع وتبتدي تحارب عشان ايه؟ توصل له وتحققه. المثال المشهور، حضرتك خدت اجازه وقلت انا عايز اسافر اغير، خلاص؟ خدت شنطتك على كتفك وطلعت على محطة القطر. نورمالي هتعمل ايه؟ لو مش محدد انت رايح فين هتعمل ايه؟ أول قطر هيجي قدامك هنكمل. صح؟ طيب تيجي بقى في حضرتك في يومين زي دول تركب القطر يوديك اسكندرية تلاقي الدنيا نوة وبرد والدنيا مقلوبة، تقول لنفسك أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا كان المفروض أنزل إبلي، صح؟ تبقى في الصيف تروح راكب طالع أسوان ولا سوهاج ولا حاجة، لو القطر وصل بيك يعني تلاقي الدنيا اصلا نار. قطر الصعيد ده مشهور. تلاقي الدنيا اصلا نار وتلاقي الدنيا حر جدا وبتاع، تقول انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كان المفروض اروح السويس او المحل. صح ولا لا؟ ف
فلو انا مش محدد انا عايز اروح فين اركب ايه اي قطر يجي قدامي صح. فاركب بقى قطر السيلز، اركب قطر البروجكت، اركب قطر عمل خيري، اركب قطر جوازه، القطر اللي بيجي قصادي ايه اركبه. لكن لو حضرتك خدت شنطتك على كتفك وقلت لنفسك انا طالع السويس، رحت قالوا لك قطر السويس بكره، هتعمل ايه؟ شكرا. هو لو يهمك السويس هتخرج من محطه القطر تاخد بقى ميكروباص، تاخد عربيه، تاخد بيجو، هتروح وتيجي تاني يوم، صح ولا لا؟ طول ما انت عارف انت عايز تروح فين ويهمك اللي هي زي ما قلنا اهميه او قوه الحلم، هتعمل ايه؟ هتحارب عشان تروح الحته دي. مش فارق معاك تروح فين، اعمل زي اليس، تعمل ايه؟ امشي في اي طريق وانت وايه؟ وانت وحظك. واضح يا شباب؟ عرفنا واي تو بلان؟ فارق؟ واحد عايز يشتغل شغلانه معينه او حلم ان هو يبقى حاجه معينه بس مش متوفر ومش متوفر لفتره طويله. ففي الحاله دي ينزل ايه؟ يعني اقول لكم قاعده هتتكرر معانا كتير، هرد بيها على اسئله كتير شويه. ايه الاجابه بتاع السؤال ده؟ يا تنتن يا تنتن. فاهم؟ ايه يا تنتن يا تنتن؟ يا تنحت يا تركن. ايوه طب ايه العمل يعني؟ انا قلت لك اهو. ايوه ماشي. بعدين حد يا ترك واحده 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 يا جماعه، هو احتمالين ما لهمش تاني. يا تنعت عشان تكمل الهدف اللي عايز توصل له، يا تركن وتقول الواقع جبرني، صح؟ في احتمال ثالث يا جماعه، تركن بقى خالص، تركن تروح حته ثانيه، تركن تغير الحلم براحتك، خدوا بالكم. شكرا برضو على السؤال ده. في ناس بتيجي لما بتعطل هنا بتقول ايه؟ خلاص مش رايح هنا يا عم، اروح انت امشي كده، صح؟ حلو ولا وحش؟ كويس. الهدف يروح هنا تاني؟ ولا اعرف. هدف تاني؟ اه. هدف تاني. اتفضلي يا ماما. هقول حاجه، انا بحط هدف لنفسي وبعدين ايه؟ لقيت ان الشغل بتاعي مجاله مثلا مجاله جوده، وقعدت مع مديري بتاع النهارده قلت له عايز اخد النهارده؟ 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 وش يعني سخنة يعني. قلت له اخد ايه في مجال يعني عايز اخد حاجه كويسه في مجال الجوده، عامل ايه؟ قلت له عشان انا عارفه ان هي حاجه كويسه وانا نفسي اعرف ايه الجوده وكده، وعارفه ان هو حاجه كويسه. قال لي الكورس الماني وما خدتوش على فكره. فسكت، راح قال لي لو انت يعني هو عنده مشكله، هو لو في ما عرفش يجاوب على خمسه دي يبقى انا اخد اقرا كتاب، يبقى اقرا كتاب او حاجه. لا هو انت لو ما جبتيش على خمسه ليه، ده تكنيك اسمه الفايف وايز. ما جبتيش على خمسه ليه، يبقى انت مش عارفه انت عايز تاخد الحاجه دي ليه اصلا. مش قصه اقرا كتاب ولا اعمل ايه. خمسه ليه دي تفضل تسال نفسك ليه؟ اشمعنى الجوده؟ طب عشان احقق كذا، ليه عايز احقق ده؟ عشان اوصل لكذا، لما توصل له يحصل ايه؟ ليه برضه؟ فبتفضل تسال نفسك ليه 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 لغايه ما توصل في الاخر والله عشان مبسوط، او تقول لنفسك والله مش عارف انا حسيت حاجه كويسه. على حسب الاجابات هتوديك في حته، فممكن تبقى الاجابات دي بتقول لك في الاخر ده مش مهم، او تبتدي تقول لك لا ده اللي هيبسطني، فتبقى دي اجابات الخمسه ليه. واضحه؟ الفكره بقى هنا يا جماعه، بنقول لو جيت وقفت وغيرت الاتجاه دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ ولا اعرف. على حسب اهميه ده في حياتك. على حسب اهميه ده في حياتك، على حسب هتقرر ابدله بسهوله ابدله بصعوبه انحت واكمل. عشان كده اجابه السؤال دايما الدنيا وقفت طلع لي عقبه، خد بالكوا العقبه مش لازم تبقى كده، العقبه ممكن تبقى عامله كده، صح؟ ايا كان حجمها الاجابه يا تتن يا تتن، يا تقرر ان ده يهمني وانا عايش عشان الحاجه دي فانحت، يا تركن وتشوف لك حاجه ثانيه تركن خالص ايا كان. اتفضل يا وحيد. انا اسف ماشي، انا اسف بس في حته الدلاله يعني. إيه لو انا عند العقبه دي بس الهدف بتاعي دي دايره كبيره شويه، وبدل ما انا بروح ايه في السنتر بتاعها رحت فيها برضه بس في يعني في المحيط بتاعها شويه، ده حلو ولا وحش يعني؟ ده ما ينفعش. ما خدتهاش في السنتر انا يعني، لا هاخدها معايا. عارف اللي انت بتقوله ده ايه؟ انت الدنيا داخله في بعضها بين الفعل والاثر. بمعنى انا عايز احقق حاجه، انا بدي اكزامبل، عايز احقق حاجه اكاديميه في مجال التعليم، دي دايره كبيره. انما احنا ده الاثر. فدي دايره كبيره، انما جوه الدايره ما احنا قلنا بقى هو لا يبنوا الامه هيبنوها زي بعض. هو لا يحقق نفسه يحقق زي بعض، انت لازم تقول لنفسك من الاول وهيجي معانا في الجولز عشان تقدر تقيس انت حققت ولا ما حققتش. بس خد بالك الدايره دي مش شرط تبقى عامله كده، هي ممكن تبقى عامله كده. ما انت حضرتك لو خدت ماجستير حققت حاجه في مجال العلم، صح؟ فانت جوه الدايره برضه. انما مين اللي يقول لك انت وصلت لغايه فين وحققت ايه؟ الفعل. انا عايز اعمل كذا بعدين، فاهمني؟ وقلت لي لا ما ينفعش جوه الدايره، الفعل لازم يبقى واضح، الاثر هو اللي بيعمل لك الدايره اللي بتقول عليها. واضح يا جماعه؟
واضحه جاب السؤال؟ ما تستعجلوش برضو، احنا لسه ما دخلناش في الخطوات. نكمل؟ طيب هاو تو بلان، تعالوا ناخد بقى ايه ازاي اخطط. انا عشان اخطط لاي حاجه في الدنيا، على فكره عشان تخطط لاجازه تطلع تصيف، عشان تنزل خروجه، التخطيط دايما مبني على شويه قواعد كده. هو احنا قلنا هنا عشان اخطط اعمل ايه؟ لازم احدد ايه؟ اول حاجه انا رايح فين؟ تعالوا بقى نغير المصطلحات شويه، نسميها الفيجن، الرؤيه، الحلم. عشان الهدف دايما بيربط بحاجه مرحليه، مدى اقصر شويه. خلينا نقول الديستنيشن، الجهه، الحلم، الرؤيه، خلاص؟ فلازم احدد انا عايز اروح فين، سيبك من اسمها ايه، انا عايز اروح فين، صح؟ طيب عشان بعد ما احدد انا عايز اروح فين، لازم احدد ايه؟ هو انا فين اصلا من اللي انا عايز احدده ده؟ صح؟ هو انا طالب في سنه ثانيه كليه، ولا انا واحد متخرج بقالي 5 سنين، معايا ماجستير، اشتغلت في شغل مالتي ناشونال، عندي مكتب خاص، صح ولا لا؟ لازم احدد بعد ما اقول انا عايز اروح فين، انا واقف فين من الهدف ده؟ صح؟ طب ليه بحدد انا واقف فين؟ اه شكرا، هي دي غلطة شائعة. الناس كتير قوي بتحدد ايه؟ هي عايزة تروح فين؟ وبعدين تبدأ تعمل ايه؟ تتحرك، وبعدين تتخبط، ليه؟ لأن هو بدأ يتحرك وهو مش عارف هو واقف هنا ولا واقف هنا ولا واقف هنا. صح ولا لا؟ وبالتالي هو بيتحرك من غير ما يبقى شايف هو واقف فين أصلا. فيبدأ يخبط هنا وهو فاكر نفسه هنا. ويرجع يقول لنفسه يا فاشل يا فاشل مفيش فايدة، ده الدنيا أصعب من اللي أنا كنت فاكره. الدنيا مش أصعب. هو الطريق أطول من اللي أنت كنت شايفه أو حاسبه. واضح يا جماعه؟ قلت لها بحدد انا عايز اروح فين؟ وبحدد ايه؟ انا فين؟ وبعد كده ارسم ايه؟ اروح ازاي؟ سهله؟ مسار. تعالوا نقول الكلام ده بقى في اللايف بلاننج ازاي؟ الحاجه الاولانيه ها؟ وير تو جو، بروح ازاي؟ بحدد حاجه اسمها الفيجن، الرؤيه، الحلم، الديستنيشن، تمام؟ طيب بعدين المفروض احدد ايه؟ دي وير تو جو، انا عايز اروح فين؟ احدد ايه بعد كده؟ انا واقف فين؟ لا ما هي الميشن دي خارجه من الفيجن. اه صح؟ يعني انت دلوقتي بتحدد انت عايز تروح فين عشان تحقق الاثر اللي انت عايزه، هنتكلم على الحته دي. خلاص؟ لكن احنا قلنا انا عايز اروح فين؟ خد بالك دي الفيجن والميشن في بعض، يمكن انا عجبني التشبيه بتاع احمد، المركز والدايره. الفعل اللي بعمله هو الحلم، الرؤيه. الاثر حركه الميه اللي خارجه حواليها دي الميشن، دي الرساله، وهنعلق على الكلام ده لما اعرف، ماشي؟ فانا احدد انا عايز اروح فين، دي الفيجن. احدد انا واقف فين، وير ار يو، او انت واقف فين دلوقتي، دي بنحددها بايه؟ سوات اناليسيس، اعتقد بعضكم سمع عنها وهنشرحها برضو تاني. خلاص؟ اسمها تحليلات الوضع الحالي، للي عايز برضو عربي انجليزي، واي حاجه مش واضحه يا جماعه وقفوني وانا اترجم الاثنين. احدد انا عايز اروح فين بالفيجن، احدد انا واقف فين بالسوات اناليسيس، بعد كده احدد اروح ازاي بايه؟ بالجولز اللي هي هاو تو جو ذير، اللي هي الطريق، ازاي ارسم الطريق. خلاص؟ فانا عشان اخطط لاي حاجه ومنها بقى اخطط لحياتي، لازم احدد انا عايز اروح فين، هعمل ايه؟ باستخدام ايه؟ الفيجن، صح؟ احدد انا واقف فين باستخدام ايه؟ سوات اناليسيس. احدد اروح ازاي المسار باستخدام ايه؟ جولز، الاهداف المرحليه. خلاص؟ تعالوا بقى نحط مع بعض شويه رولز للتخطيط قبل ما نبدا في التخطيط، شويه قواعد عامه كده. القاعده الاولى the plan should be comprehensive. comprehensive مقصود بيها شمولية. يعني ايه بقى؟ هو أول ما أقول كلمة تخطيط بيتربط بيها التخطيط لإيه؟ للحياة. شكرا، للبيزنس. الناس بتربط دايما التخطيط، التخطيط لإيه؟ للكارير، التخطيط للشغل، التخطيط لمستقبلك المهني. وده مفهوم خاطئ. معناه ما بتخططش للبيزنس؟ لا. معناه أنت بتخطط لإيه؟ لحياتك. أيهما أشمل؟ شغلك ولا حياتك؟ حياتك. شغلك جزء من حياتك، صح؟ لكن في الاخر انت لازم تخطط لمين؟ لحياتك. كم مره شفنا في افلام في ناس حوالينا، واحد شرف زي النار في البيزنس وكبر وبقى حاجه كويسه جدا، عنده برايفت بيزنس، بقى معاه فلوس، بيلف بيروح بيجي، بس ولاده بيجيب اساميهم بالشبه كده، يعني بيشبع على اساميهم، يا دوب يعرف مين في كليه ايه بيعمل ايه. هواياته واهتماماته راحت، ده انا كنت بحب زمان اعمل كذا بطلت. اصحابه ما بقوش موجودين قوي. اهله يا دوب كده تشاش كل شهرين ثلاثه مره. بيحصل ولا لا؟ بيحصل، لان الناس بتاخد التخطيط ده للايه؟ للكارير والبزنس بالظبط، لاسبكت واحد في حياتهم يتسحب فيه. وخدوا بالكم بقى في زماننا ده الخمس سنين بيعدوا ازاي؟ كده اللي متخرج من سنتين ثلاثه حاسس انه اتخرج امتى؟ امبارح. واللي زي حالاتي كده بقاله 13 14 سنه حاسس انه متخرج بقاله سنتين ثلاثه.
الخمس سنين بيعدوا كده. وبالتالي الفكره انه مجرد ما بيسلم نفسه في تراك بيسحبه ويرجع يفوق بعد 5-10-15 سنه. واضح يا شباب؟ وبالتالي اول حاجه كومبريهنسيف. يعني ايه بقى كومبريهنسيف؟ ببساطه كده اي حاجه تهمك في حياتك تحققها لما توصل لعيد ميلادك اللي ايه؟ ال 60 لازم تحط لها تراك، لازم تحط لها بلان. فانا يهمني في حياتي بلدي ان شاء الله تفضل تهمني برضه خلاص؟ بلدي يهمني بيتي وولادي يهمني شخصي انا نفسي خلاص؟ طيب مش يهمني ديني مش يهمني ابويا وامي مش يهمني حلو يهمني قوي. انا بتكلم على الثلاث حاجات اللي عايز احقق فيهم حاجه. انا مش بتكلم على ان انا امنتين او ان انا ادي الدور المطلوب مني او ان انا خدوا بالكم بقى الحاجات دي ثابته عندنا كلنا؟ ثابته؟ لا الاسبتس او التراكات مختلفه. في واحد يهمه شغله، واحد يهمه نفسه، واحد يهمه ولاده، واحد صح؟ في الاخر كل واحد على حسب اللي يهمه لازم يرسم له تراك. الشطاره في ايه؟ حاجتين، اعرف ايه اللي يهمني والى اي مدى ممكن امارس حاجتين في بعض. فانا يهمني كشخصي مثلا يعني ابقى رياضي، طبعا واضح عليا جدا ان انا مش كده، بس ايه ده مش موضوع. يهمني ان انا ابقى رياضي، خلاص؟ حلو قوي. ما انا ممكن يبقى كارير الرياضه، فانا بلعب رياضه معينه، فمنها حققت كارير ومنها حققت شخصي، فده اللي هو الميرجنج الانتجريشن، ان انا ادخل اكتر من بلان في بعض. ممكن يهمني ولادي، فانا ممكن بعمل نشاط خيري فاخد ولادي فببقى بعمل في نشاط خيري ويعملوه معايا ويتعلموه، فببقى حطيت في ولادي بذره كويسه وعملت حاجه. انا ممكن اعمل اكتر من حاجه. الفكره يا جماعه ما تتوقعش انك هتحط 5-6 بلانز في حياتك. لا الوقت ولا الظروف ولا العيشه ولا اللي عايشينها هيسمحوا ان انت تفتكر انك هتقدر تاتشيف ذا هايست سيلينج، اعلى حاجه في كل حاجه. خلاص؟ اتفضل. كان ليا واحد صديقي راجل صيدلاني جدا، ده انا برد بس على حته ان الناس بتربط التخطيط بالكارير. فحتى دلوقتي بعد ما سمعته كده الناس هتعمل ايه؟ هتحط الكارير وتحط جنبها ايه؟ شويه حاجات حلوه كده، خلاص؟ طيب الراجل ده راجل صيدلاني. بيعمل ايه بقى الراجل ده؟ الراجل ده شغال في صيدليه. بيروح يمضي يشتغل يروح خلص الشغل كده. وهو كده ولا عايز يبقى صاحب صيدليه ولا نفسه يبقى صاحب اكبر ولا الكلام ده خالص. ماشي؟ في المقابل بسم الله ما شاء الله يعني ابنه في اولى اعدادي كان واخد اجازه في القران الكريم. على ثالثه اعدادي بقى معاه اجازه في القراءات كلها. ابنه ده متوقع له انه يبقى شيخ قراء مصر في القريب العاجل. يعني مش لما يكبر، وهو في العشرينات كده متوقع له من شيوخه اللي درسوه يبقى شيخ قراء مصر. طب الراجل ده عمل ايه؟ كاريره عمل فيه ايه؟ ولا حاجه. شغلانه كويسه بياخد قرشين، عايش حياه بسيطه متوسطه جدا، بس في الاخر بيزرع فين؟ في ابنه. والحقيقه سامحوني يعني لعبها صايعه، يعني هو الراجل ايه خدها دنيا واخره. هو الناس هو ابنه يحفظ كل حاجه، هو يلبس التاج يخش الجنه مأمن نفسه ايه؟ زي الفل. يعني دي الناس اللي فاهمه. فكره جامده بس اللعب، لان الكلام ده بيعمله من وهو في بطن امه. الراجل ده بيعمل، انا قعدت اتكلمت معاه من وهو في بطن امه، الولد وهو في بطن امه الموضوع ده في باله وبيعمله وبيقرا له قران من وهي في الشهر السابع. اللي عايز يا تنتن يا تنتن، صح؟ هي دي اللعبه. فانا بقول لكم ليه؟ مش بقول لكم في الاخر الكارير وحش، ما دونت بلان فور كارير. انا بقول يا جماعه على حسب اللي يهمك في حياتك، ايه اللي عايز تحقق فيه وايه اللي يهمك تحافظ عليه ويكمل. سيمبل. ماشي؟ تعال ناخد القاعده الثانيه. احنا اول قاعده ايه؟ شموليه، كومبريهنسيف، صح؟ ثاني قاعده اتكلمنا فيها شويه، فليكسبيليتي، المرونه. اوعى تتخيل ابدا انك هتحط بلان وتمشي عليها، يبقى تضحك على نفسك. لازم عقبات ولازم خبطات ويمكن زقات لقدام، مش عارف تيجي منين بس ساعات بيحصل. المهم في الاخر طول ما انت ماشي عقبه وتعديها عقبه وتكمل. لو حطيت في بالك انا حطيت التراك ما يخرش الميه زي الفل اهو، مع اول قلم هتعمل ايه؟ هتسلم. السلام عليكم، خلصت يا فاشل يا فاشل، مفيش فايده. واضح يا جماعه؟ طيب حاجه ثانيه مهمه على جنب وهتيجي معانا في الجولز، تايم باوند. لازم يبقى ليك اطار زمني، يعني ما ينفعش تقول انا عايز انا هبقى انا عايز. لازم تبقى ايه؟ خطه زمنيه. دي هتبان اكتر في الجولز، مش مهم دلوقتي، هتبان معانا اكتر فين؟ في الجولز. حاجه اخيره بقى اقول مهمه، البلان من غير كتابه يا جماعه ورقه وقلم ابقوا قابلوني. من غير ما تمسك ورقه وقلم وتبتدي تبص الكلام اللي بنقوله ده، ايه الفيجن؟ هو انا عايش ليه؟ ايه الرساله؟ انزل منها ايه الفيجن؟ اعمل سوات اناليسيس، ابتدي احدد الجولز بورقه وقلم، يبقى قابلني. العلم في الراس مش في الكراس، كلام فاضي خالص. قيدوا العلم بالكتابه. ما
لو ما كنتش تمسك ورقه وقلم وتكتب وتشوف، لان في الكتابه وتيجي معانا في السوفت اناليسيس جدا بيبتدي يبان لك حاجات كتير ما كنتش شايفها قبل كده. واضح؟ حد عنده سؤال في الرولز بتاعت البلاننج؟ نخش بقى في ضرب النار، كل ده بتحضر، كل ده بتسخن عشان نخش في ضرب النار. شموليه، فليكسبيليتي، تايم باوند، كتابه، لازم انت. طيب اول حاجه في البلان لازم احدد ايه؟ الفيجن. الفيجن هي ايه الفيجن؟ طيب احنا وضحناها شويه في المقدمه، الفعل والافعل. الفيجن ده هو الرؤيه والحلم، الحاجه اللي عايز اعملها، الحاجه الملموسه اللي هتتحقق، اللي انا عايز احققها في حياتي. خلاص؟ الفعل اللي هعمله ده هياخد منه ايه؟ نتيجه. لا الفعل ده شكله هدف، السنس بقى الهدف ده تحت، احنا بنتكلم في حاجه اكبر. خدوا بالكم بقى الفيجن دي حاجه طويله المدى. محدش يقول لي الفيجن بتاعتي عايز اخد دكتوراه، الفيجن بتاعتي اتخرج، الفيجن بتاعتي اشتغل، كل دي مش فيجنز. الفيجن ده عيد ميلادك ال 60، عيد ميلادك ال 40، يعني حاجه دايما ايه؟ طويله المدى. بفترض دايما مش اقل من 10 سنين. دي الفيجن. تحت كده هتبقى اهداف، هنتكلم عليها كمان شويه، خلاص؟ الفيجن دي بقى ان انا يبقى عندي اكبر جمعيه اهليه بتعمل كذا في مصر. الفيجن ان انا يبقى عندي ابقى سي او او رئيس مجلس اداره بتاع كذا. الفيجن ان انا افتح المشروع الفلاني يبقى اكبر سلسله مطاعم مش عارف ايه على مستوى القاهره. دي الفيجن، حاجه معينه بعملها. النتيجه منها الاثر هي ايه؟ الرساله. رسالتك في الحياه. ليه عايز اكبر سلسله مطاعم؟ والله عشان اتشهر. والله عشان اتغني. طب سؤال، عيب اتشهر اتغني؟ ايوه عيب. طب الناس بتصنفها عيب، هي مش عيب. سيدنا عبد الرحمن بن عوف واحد من 10 مشرفين بالجنه وكان من اغنى اغنياء زمانه، صح؟ فهي مش عيب. انما انت عايز تتغني فانت مادي، وعايز تتشهر فانت شوي، فانت ده كلام فاضي. في الاخر كل واحد ليه سيلف ساتسفاكشن بتاعه، وتاني مرجعيتها لايه؟ للفاليوز، للقيم بتاعت كل واحد، خلاص؟ فانا عايز افتح سلسله المطاعم دي عشان اتغني، عشان اتشهر، عشان اشجع الاكل الشعبي، عشان ايا كان بقى، ده الاثر اللي هو كله اللي هو النيه في الاخر، كل واحد بيعمل حاجه دي ليه؟ خلاص؟ طيب خدوا بالكم بقى، افتكروا تاني، الفيجن يا جماعه A very long term destination. فالغلطة الشائعة واحد يجي يقول لك ايه؟ أنا حلمي أفتح مشروع خاص. ودي بسمعها كتير في آخر المحاضرة وفي نصها. أجي أقول له شكرا، لو ده حلمك معناها إن يوم ما تفتح تاني يوم تعمل إيه؟ تقفل. مش فتحت؟ الحمد لله أنت حققت حلمك، هات دورك بقى. مش حاجة اسمها كده. الفيجن دي لازم تصاغ وهنشوف كمان شوية. وبالتالي لا، هو إن أنا أفتح مشروع خاص دي خطوة عشان أحقق الحلم. انما انت عايز توصل بيه لفين؟ تعمل بيه ايه؟ هو ده الفيجن فعلا. فان يبقى مشروعي ده اكبر مشروع في مدينه نصر، ده مشروع. ده فيجن. ان مشروعي ده يبقى اكبر مشروع على مستوى العالم، ده فيجن ثانيه خالص، كل واحد بقى وايه؟ وترتيباته. عشان كده هنخش بقى في اول قاعده مهمه جدا، بتقول ايه بقى؟ خدوا بالكم بقى، الفيجن والميشن او الفيجن يعني هتاخد منها اكبر وقت في اللي فاضل في المحاضره، والباقي هيترس. لان هي في رايي دايما هي الكور. ان احنا يضيع مننا الفيجن وما يبقاش عندنا حلم في حياتنا، ده الكور ايشو في اللايف بلان. هديكم قاعدتين مهمين، تعالوا نبدا بالاولى. اكتب عندك كده، حلمك هو سقفك. حلمك هو سقفك. ايوه حلمك هو سقفك، يعني ايه؟ طيب حلمك هو سقفك. واحد عنده حته ارض، لان راجل مهندس معماري وكده، خلاص عايز يبنيها، مالناش دعوه بالقوانين والكلام ده، هو عايز يبنيها. فلو هو حلمه ان هو يبني دورين في خلال 10 سنين الجايين، ايه الاحتمالات لما يوصل ل 10 سنين يبقى بنى قد ايه؟ ايه الاحتمالات؟ واحد عنده حته ارض عايز في خلال 10 سنين يبني دورين، تفتكروا لما ال 10 سنين يخلصوا ايه الاحتمالات؟ يبقى بنى قد ايه؟ دور واحد. وارد يبقى بنى دور واحد؟ اه طيب، الاحتمال الاولاني يبني دورين، صح؟ حط لنفسه هدف وحققه. الاحتمال الثاني يبني اقل شويه، بنى دور واحد. الاحتمال الثالث يبني ثلاث اربع ادوار، صح ولا لا؟ ربنا فتح عليه الدنيا مشيت فبنى ثلاث اربع ادوار. الاحتمال الرابع مفيش خالص، الحصان والجزره، ان شاء الله هبقى ابني، يبقى قابلني، صح؟ مفيش خالص، يبني بدروم، يرمي شويه اساسات وهكذا. طيب كويس قوي. لو نفس الشخص ده جه قال لك لا انا حلمي بعد 10 سنين اكون باني 10 ادوار، ايه الاحتمالات بعد 10 سنين؟ ممكن يبني اقل. بصوا دخلت كلمة ممكن،
الراجل ده مفتري عايز يبني كتير. فكره 10 دولار بيخلصوا في 8 اشهر يعني. طيب هو ايه الاحتمالات؟ الاحتمال الاولاني تاني هي نفس الاربع احتمالات. الاولاني انه يبني 10 ادوار صح، الثاني انه يبني 7 8 ادوار، الثالث انه يبني 12 13 15 دور صح، الرابع مفيش حاجه يبني دور الدورين صح ولا لا، وبالتالي يبقى ما عملش حاجه صح. طيب حلمك هو سقفك يعني ايه؟ بيقول لك على قد ما حضرتك بتعلي السقف بتاع حلمك على قد ما بتوسع مجهودك وطاقتك في خلال الايه؟ الوقت اللي انت بتتحرك فيه. فاللي عنده 10 سنين عشان يبني دورين هيعمل ايه؟ براحته بقى. فيبني شويه اسات ويريح سنه وبعدين يحتفل بالدور الاولاني يقعد سنتين وبعدين يعني براحتي بقى صح؟ اللي عمل 10 سنين هيعمل ايه؟ خلص في 3 اشهر رمى السته وخلاص، لا ما اجيب الدور الاولاني ده خلصت بسرعه. هو على طول حاسس ان الدنيا ايه؟ كبيره ولازم يفضل يتحرك. عشان كده بقول لك حلمك هو ايه؟ هو سقفك. على قد ما حضرتك بتعلي سقفك على قد ما بتتحرك. فاللي حلمه في شغله كم حد بيشتغل؟ طيب كويس. كم حد بيدرس؟ طيب كويس. طيب اللي حلمه في شغله ان انا ابقى مدير القسم بتاعي هيعمل ايه؟ هي حاجه حلوه ولا وحشه الاول؟ مدير القسم؟ هي حاجه حلوه طبعا. حلوه. حاجه حلوه صح؟ هيعمل ايه بقى؟ مدير القسم؟ هينفست، هيستثمر طول الفتره الجايه في ان هو يبقى احسن موظف وبعدين يبقى سوبرفايزر وبعدين يبقى تيم ليدر او يعني مدير المجموعه او فريق وبعدين يبقى مدير القسم صح؟ طيب اللي حلمه بقى يبقى رئيس قطاع او رئيس مجلس الاداره هيعمل ايه؟ هو هيحرق موضوع احسن موظف ده مش موضوعه خالص. هعلق على النقطه دي، هعلق على النقطه دي كمان شويه، انا بتكلم على اللي بيشتغل خلاص. طيب هيعمل ايه؟ هيبتدي يحرق فبسرعه هيحاول يبقى سوبرفايزر، اسرع يبقى تيم ليدر، بقى رئيس القسم، الناس هتسقف له يا ابن الذين لعيبه جامد. هو بالنسبه له ايه؟ شايف. مش مهم ده احنا لسه في اول الطريق، لسه في اكتر، عمال يحرق لغايه ما يوصل فين؟ لرئيس مجلس الاداره. طيب وصل لها ما وصلهاش ده موضوع تاني. بس هو اللي حلمه رئيس مجلس الاداره اكيد عدى على ايه؟ على مراحل رئيس قسم صح؟ انما اللي حلمه رئيس قسم صعب قوي يوصل فين؟ رئيس مجلس الاداره صح ولا لا؟ صعب قوي. احتمال بقى بوسائل تانية، كوسة واسطة أخدمية، وارد قوي. بس هرجع أقول تاني، تفتكروا يا جماعة عشان التعليق ده بيجيلي كتير وساعات كتير بره. بيقول لك أصل في واسطة وفي كوسة وفي مش عارف إيه، طيب تفتكروا يا جماعة لو في 5 فرص واسطة وفرصة واحدة اجتهاد المفروض أعمل إيه؟ أنا شغال على الراجل ده. بقعد أعيط على 5 فرص الواسطة عشان ما عنديش واسطة، يا إما لو ليا واسطة بقعد أشتغل على واحدة فيهم، صح؟ لو ملياش واسطه اقعد اعيط شوف الواسطه ولاد الذين بيعملوا ايه. يجي واحد تاني حصان يعمل ايه بقى؟ ياخد الفرصه الاجتهاد. هي دي اللعبه، هي دي الفكره. في الاخر يا تبرئ لنفسك وتقول اصل 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 الظروف العيشه اللي عايشينها، اصل العقبات كتير، اصل مفيش فايده، يا فاشل يا فاشل، مش هقدر مش هقدر، يا اما تعمل ايه؟ تشتغل يا تنتن يا تنتن صح؟ فاللي حلمه رئيس قسم صعب يوصل لرئيس مجلس اداره، اللي حلمه رئيس مجلس اداره اكيد هيعدي على ايه؟ رئيس قسم. اجسي لعيب التنس لو تسمعوا عنه، ملياش في التنس قوي بس يعني عارف القصه. اول مره كسب الويمبلدون ودي اكبر بطوله دوليه في التنس على المستوى العالم، جريوا عليه الصحفيين بقى والمذيعين وبتاع، الف مبروك الف مبروك، اكيد انت مبسوط ومتفاجئ. فقال لهم ايه؟ كان كسب بطل العالم اللي قبليه طبعا. فقال لهم ايه؟ مبسوط متفاجئ لا. فطبعا بصوا له يعني عبيط ولا ايه؟ يعني مش متفاجئ انت كسبان بطل العالم. قال لهم لا مبسوط طبعا، انما متفاجئ لا، انا بقالي 10 سنين بتمرن شايف المشهد ده بتفاصيله، بابطاله، بمدربينه، بجماهيره، بصحفيينه، بسلطاته، بابا غنوجه، بكل حاجه. انا 10 سنين بتدرب وحاطط المشهد ده في بالي. فلما وصلت له انا مبسوط جدا، سنس اوف اتشيفمنت، انما مش متفاجئ، هوصل له هوصل له. صح؟ طيب يجي هنا السؤال بقى، اربط تاني بحلمك هو سقف. كانش ممكن يبقى سقف عم اجسي ده يبقى بطل نادي الصيد؟ ممكن طبعا. مش ممكن؟ والكابتن راح والكابتن جه ويلحق يا جماعه والمعجبين والامضاءات صح؟ طيب ما كانش ممكن يبقى بطل القاهره؟ وحش؟ فرنس بقى يعني بطل القاهره بلاش، بطل الجمهوريه اظن بقى ايه؟ الحق بقى كابتن براده راح، كابتن براده جه، كابتن بغض النظر انه خد بطوله عالم يعني، انا بدي الاكزامبل يعني صح؟
انما في الاخر اللي حلمه بطوله العالم عدى على مين؟ على نادي الصيد بقى وعلى القاهره وعلى الجمهوريه وعلى افريقيا وعلى الامم العربيه علشان لغايه ما وصل فين؟ بطل العالم. هي دي الفكره، حلمك هو سقفك. المشكله ان احنا دايما بنرضى بايه؟ نوطي السقف. بنرضى نجيب ايه؟ تحت. اديكم مثال ثاني بس اسمعوا. هو انا كنت بس عايز اسال عن نقطه يعني كلنا بنمر بيها. ان انا دلوقتي قدراتي كذا. كتيبة. قدراتي دي لسه صوت. تمام. صح ان انا احط هدف كبير قوي ولا مطلبك. ايوه. شكرا، حلو قوي. القاعدة التانية هترد عليك. لسه القاعدة التانية هتجيلي. لا لا القاعدة التانية هتجيلي، سؤال حلو جدا. ايوه يعني انا اعلي السقف ازاي وانا قدراتي ما تجيبش؟ هيجي الكلام. انا عايز اسال حاجة، طب لو انا عايز ابقى تيم ليدر في يعني في المكان ده عشان انا حلمي ابقى سينيور او حاجة أكبر في مكان تاني. صح. مش وارد في المكان ده. لا ده في ناس انا هغيرها لك خالص. في ناس حلمها انه يبقى عنده مشروعه الخاص، بس عشان يبقى عنده مشروعه الخاص لازم يوصل انه يبقى مدير التسويق في الشركه اللي هو فيها. فده مش حلم. انا بتكلم عن اللي حلمه يبقى مدير التسويق. انما انت حلمك حاضر، حلمك حاجه ثانيه دي مرحله. ما احنا قلنا بطل العالم عدى على ايه؟ على بطل الجمهوريه. في واحد ثاني حلمه بطل الجمهوريه فيجيب ايه؟ خد بالك بطل الجمهوريه ده زي الثمن والعشر ادوار هيعمل ايه؟ يجيب بطل الجمهوريه يا ما يجيبهاش ويفضل بطل القاهره، يا ربنا يفتح عليه ويجيب بطل افريقيا، صح ولا لا؟ هي دي الفكره، انا بتكلم عن اللي حلمه، لا حلمك عالي لازم تعدي على المراحل دي. ده مش عيب، خد بالك بقى بتعدي الناس بتسقف بس انت لسه شايف ايه؟ لسه شايف ايه؟ شايف ابعد. النهارده زي ما بقول النهارده على الموضوع ده انا مش بقول الموضوع ده هو النهارده قلت له لا لا خلاص بتاعك ده يعني لا يا باشا الكرسي بتاعك ما اقدرش اقرب من هو بقى يسال المهم اللي في دماغي في دماغي. هحكي لكم بقى قصه صغيره جدا، سيبك بقى من اجازي والكلام الكبير ده. ليه واحد صديقي بنتقابل كل سنه في اخر رمضان، خلاص؟ طيب ايه المشهور عن ختم القران في رمضان؟ تقرا دي تختم دي. جزء في اليوم تختم ختم، صح؟ دي القاعده المشهوره عند الاغلبيه، تمام؟ الفونت اللي في كل شله اللي بيقرا ايه؟ جزئين في اليوم او ثلاثه في اليوم يروح جايب ايه؟ ختمتين بقى ولا ثلاثه، ده كده ايه البرنس، تمام؟ طيب عاده جزء في اليوم تختم ختمه، فتيجي في اخر يوم 25 26 كده تبقى متاخر ايه؟ ثلاث اربع اجزاء، تروح جاي في اخر يومين قافل عليك باب اوضتك، تقرص شويه، تخلصهم، تفتح الباب بنشوه المنتصر داخل الايه؟ انا الحمد لله انا عديت ان شاء الله الجنه، خدت العقد، انا كده تمام، صح؟ طيب جيت بقابل واحد صاحبي دايما في اخر رمضان، فاول مره اتقابلنا ازيك يا خالد عامل ايه؟ ازيك يا فلان؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه مع القران؟ والله متاخر. انت عامل ايه؟ والله متاخر. فبقول له طيب انت متاخر قد ايه يا فلان؟ قال لي متاخر قد ايه؟ متاخر ختمتين و16 جزء. يعني خلص ختمتين و16 جزء. خلص؟ لا. خلص 14 جزء. بص يا ما قدرتش توصل. خلص 14 جزء. هو اللي متاخر ختمتين، هو حضرتك لما بتبقى متاخر اربع خمس اجزاء بتبقى قريت قد ايه؟ عادة الناس بتتأخر 15 20% صح؟ فاللي متأخر ختمتين و16 جزء ده معناه التارجت بتاعه قد ايه؟ 3 اجزاء 10 ختمات 10 ختمات 3 ختمات؟ يعني قرا 16 جزء تفتكر؟ والحلم بتاعه ولا لا؟ كل يوم خد بالك انا بفترض، لا مش كل يوم بقى، لسه هنيجي آية صح؟ هنيجي آية. المهم يعني هو طبعا قال لي وانت عامل ايه؟ قلت له مالكش دعوة خليك في حالك، شوف له عايز اساعدك اختم لك اقرا لك يعني اسد، سيب لي 16 جزء واتفضل انت كمل الباقي، خلاص؟ طيب احنا قلنا ايه كده؟ المشكلة ان احنا اول ما قلنا ختمتين و16 جزء طبعا صدمة لناس كتير، خلاص؟ هو ختمتين و16 جزء لو افترضنا ان هو التارجت بتاعه كام؟ 10 ختمات، صح؟ تعالوا بقى نحسبها، تعالوا نفصصها عشان ده يدخلنا على القاعدة التانية. طيب 10 ختمات في رمضان يعني بختم كل قد ايه؟ كل 3 ايام ختمة، صح؟ طيب الجزء في المتوسط بياخد قد ايه؟ نص ساعة، الجزء في المتوسط بياخد نص ساعة، الناس المتمكنة أكتر تاخده في ربع تلت ساعة، الناس اللي أتقل شوية اللغة والقرآن بتاخده في 45 دقيقة كاملة. المتوسط ده كام؟ نص ساعة، طيب حلو أوي. عشان أختم كل تلات أيام معناها في اليوم بقرا قد إيه؟ 10 أجزاء، كتير يعني إيه 10 أجزاء؟ حلو أوي، 10 أجزاء يعني كام ساعة؟ خمس ساعات، خمس ساعات قرآن في رمضان شهر القرآن كتير؟ لا هي كتير، هي بس مش كتير، هي صعبة، هي مش كتير، صح؟ طيب لا 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 لا، انسى كده الكلام ده على جنب خالص، اقول لك اللي بيحصل، اقول لك اللي بيحصل.
اللي كانوا ايه بقى؟ خمس ساعات قرآن؟ طيب انا قررت انه خمس ساعات هعمل ايه؟ هقول هقعد من بعد الفجر لغاية الشروق مثلا ادي ساعة وربع ساعة ونص جبت فيهم ثلاث اجزاء ادي ساعة ونص هقعد قبل الفطار ساعة هقعد بدل مسلسل من مسلسلات كتير بتاعت بالليل او القهوة او الخروجة هاخد لي ساعة جبت الايه؟ الخمس ساعات امال ايه اللي بيحصل؟ هي المشكلة ان انا بختار ابني كام دور؟ انا بختار من الاول اقول لنفسي خدمة لا انا برنس خدمتين فابتدي اعمل ايه في الوقت؟ اشتغل على الدكتورين فهو جزء في اليوم جزئين زي الفل اروح اخطف الجزء وانا في المواصلات اخطف جزء بالليل كده عشان الحق مش عارف ايه خلصت على كده فاللي بيبدا من تحت بيبني ايه؟ تحت اللي بيبدا من فوق لازم يوصل فوق وهيجي معانا الكومنت ده كمان شويه بالمناسبه الراجل ده بيخدم اكتر من كده بشويه حلوين اكتر من 10 بشويه حلوين ما شاء الله يعني زمانه مات على فكره ما يكملش يعني لا ما تفرقش طب انا هسالك سؤال تاني اهم كم حد ممكن يجي في خدوا بالك بقى انا ليه ضربت المثال ده اصلا لو قلت سيدنا عبد الله بن عمرو بيخدم في ليله وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الله بن عمر اللي بيخلص كل 3 ايام وما رضيش بالرخصه بتاعه النبي بيخلص في اكتر في اقل من 3 ايام الناس هتقول ايه كل بقى الصحابه والفتوحات الناس الجامده احنا مالناش دعوه احنا بره اللعبه دي انا بتكلم على واحد ظروفه زيي واسوا وسنه اصغر مني بشويه بس في الاخر ايه هو سقفه ايه اللي سقفه عالي بيجيب يا 10 ادوار يا 12 يا 8 صح اللي سقفه قليل بيجيبه بس في الاخر ايه اللي بيحصل لو جاب الدورين عادي جدا ناس كتير بتبني الدورين والمصيبه بقى لما ما بيجيبش كمان الدورين بحس بايه بقى ولا حاجه ما بعملش حاجه ما بحققش حاجه في ناس كتير بتحقق اكتر مني صح عشان كده في كود ظريفه قوي بتقول ايه ايم هاي يور فيلير سكسس علي سقفك ايم هاي يعني اضرب في العالي احلم عالي جدا يور فيلير سكسس فشلك في حد ذاته ايه نجاح انت حلمك 10 ادوار لما هتجيب 8 انت برضه انجح من كتير بنوا كام؟ دورين مقارنه باللي حواليك صح؟ عكسها ايه بقى؟ ايه لو؟ ها؟ يور سكسس فيلير حط دورين وبعدين لما تجيبهم عارفين السؤال اللي بيطلع على طول هو انا ليه بحقق اهداف وما اتبسطش بيها؟ لان انت جبتها بسهوله انت كنت عارف انك تقدر تجيب اكتر من كده فايه لو؟ وطي سقفك او يعني احنا بشكل قليل يور سكسس فيلير نجاحك في حد ذاته ايه؟ فشل لان انت تقدر تجيب اكتر او مقارنه باللي عندك كان ممكن ايه؟ تجيب اكتر. واضح يا شباب؟ If you want to reach high, aim higher. شكرا. If you want to reach high, aim higher. اللي بيقول لي نفسه انا عايز اجيب امتياز في الكليه بيجيب ايه؟ بيجيب جيد جدا ما عدا الاستثناءات برضه والعداءات والكلام ده بس بيجيب جيد جدا. اللي بيقول لي نفسه انا عايز اجيب جيد يشيل مرتين. صح؟ ده اللي بيحصل. انت لو عايز تجيب حاجه دايما بتعلي سقفك اتفضل يا احمد هو انا ممكن اعلي سقفي بس انا من جوايا مش بسقف يعني انا يعني انا ماشي انا هبني يعني انا هبني 10 ادوار بس انا عارف ان انا انا عارف ان انا ما اجيبش انا لا انا عارف ان انا عايز ابني 5 وده بالنسبه لي يعني ساتسفاي وزي الفل بس انا ماشي انا همشي بقاعده عالي سقفي بس انا في الاخر انا عايز ابني 5 وانا عارف ان انا عايز ابني 5 انا مش مصدق انا عايز ابني 10 ما هي عشان انت عاكسها عاكسها انا عملت ايه؟ انا عايز ابني 5 انت جيت منين من تحت بوتوم اب مش كده احنا بنقول دايما ايه ودي القاعده الثانيه هتجيلنا هات من فوق وانزل هنقول قيسها ازاي اقولها هنقول هنحدد الفيجن بعدين ابتدي اشوف اجيب ازاي خلاص الراجل ده ما بداش يقرا قران فلا نفسه بيخلص 8 اجزاء و10 اجزاء وقال لنفسه انا عايز اقرا ايه 10 طب اقراهم ازاي تك 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 قسم 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 خلاص هم 5 ساعات هيتجابوا هيتجابوا وذاتس واي بقول لكم بيجيب اكتر من كده ليه؟ لان بسهوله لو قررت تقرا 7 ساعات هتجيب اكتر لو فضيت نفسك في رمضان هتجيب اكتر واكتر لو اعتكفت اخر 10 ايام هتجيب اكتر واكتر واكتر انا كنت بشوف كذا حد كذا حد في اخر رمضان ده بيختموا في ليله دي حقيقه مش لازم اصحابه كنت بهزر وبفتكرهم بيكذبوا بس الحقيقه القصه مش كده القصه اذا صح منك العزم صح من الله الوفاء انت حضرتك بتاخد بالاسباب وبتسعى علينا الاذان وعلى الله البلاغ انت بترمي وربنا اللي ايه اللي بيزق خلاص في ناس في القران المصحف سكرين كده صفحه 104 في ناس ممكن تقعد على روايه كبيره 800 صفحه اشكرك بيحصل اشكرك عشان عايز هي دي الفكره نخش بقى في القاعده الثانيه مربوطه قوي بالمثال اللي قلناه احنا القاعده الاولانيه ايه؟
لا حلمك هو سقفك. خدوا بالكم بقى نربطها تاني باللي كنا بنقول. اللي حلمه بقى يبقى عنده افضل جمعيه خيريه على مستوى مصر الجديده ده سقفه. حلو ولا وحش؟ حلو يا جماعه، حلو بالنسبه له. المشكله بس ان لو ده بالنسبه له، عشان ساعات لما بيحقق ده مش مبسوط، كان بيكتشف ان الورق ده كان ممكن اجيب فيه اكتر، صح؟ اللي حلمه بقى تبقى شركته اكبر شركه على مستوى افريقيا ده سقفه. اللي حلمه على مستوى العالم كل واحد وليه ايه؟ سقفه. سقفه في الاخر، بس السقف اللي تحطه ما تندمش او ما تزعلش ان انت كنت تقدر ايه؟ تعالي سقف، ما تندمش وما تزعلش لما تلاقي اللي حواليك اسقفهم ايه؟ بتعلى وانت لسه بتنحت شويه وتريح شويه وتنحت شويه وتريح شويه وهكذا. خدوا بالكم يا جماعه، ده مش معناه نهائي ان الناس دي عايشه في حياه طحن ومبهدله وعذاب وما بيشوفوش، لا خالص. انا اعرف ناس بتشتغل كويس جدا وتفسح كويس جدا وتريح كويس جدا وبتعمل كل حاجه كويس جدا. اتسمعت رف؟ هي مساله رؤيه وحركه واداره وقت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده واولوياتي فيه. واضح يا شباب؟ طيب القاعده الثانيه، القاعده الاولانيه حلمك هو سقفك. القاعده الثانيه بقى اللي هترد على سؤالكم، قدراتي وحلمي ايه الموازنه؟ احلم زي الصغيرين وتصرف زي مين؟ زي الكبار. تمام؟ ايه القاعده دي؟ هو الصغيرين بيعملوا ايه غيرنا؟ احلمهم. هو مش بيحلم، هو اللي عايزه بيعمل فيه ايه؟ بيعمله. ابني الصغير عنده 3 سنين تقريبا، لما تيجي كوبايه الشاي محطوطه اقول له ما تلمسهاش عشان سخنه. يلمسها. اول ما يقوم يعمل ايه؟ يلمسها. لازم يلمسها. سخنه دي مشاكلك انت النفسيه يا بابا. خلاص؟ هو لازم ايه؟ يجرب. العيال لما يحس انه سوبر مان يلبس سوبر مان ويقف ينط من فوق الدولاب. صح؟ ما كانش هينط من البلكونه اصلا. صح ولا لا؟ ليه بيقول لك احنا زي الصغيرين؟ عشان الصغيرين ما عندهمش المعقدات والكومبليكيشنز والحواجز اللي مين بيخلقها لنفسه؟ اللي احنا بنخلقها لنفسنا. فاول ما تقول لنفسك ايوه انا عايز ابقى رئيس القسم زي كده ما كان مديري بيقول لك انا عايز ابقى رئيس القسم، هتقول لنفسك ايه؟ يا عم تهدي يعني انت؟ بص يا عم انت مش شايف الحيطان اللي حواليك؟ بص اللي مش عارف ايه؟ ازاي؟ اصل ما اقدرش، اصل الوقت، اصل الظروف، اصل الخبره، اصل 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 في مليون اصل. الصغيرين بيعملوا ايه؟ انا عايز دي اعملها، ويروح يعملها ويقع ويتكف على وشه ويتعور ويتبهدل في الاخر بيعملها. صح؟ عشان كده بيقول لك احلم زي الصغيرين. فاعمل ايه في الحلم؟ زي الصغيرين. علي السقف، صح؟ هيجي على طول يروح على طول الكلاكيع بتاعتنا تشدنا. تخليك تحلم زي مين؟ زي الكبار. تقول لك ايه؟ ايه يا عم 10 ادوار؟ ايه ده بس؟ اهدى على نفسك، انت اتجننت؟ طب نجرب دورين كده وربنا يسهل. صح؟ فتقوم بادئ منين؟ من تحت. عشان كده بيقول لك احلم زي الصغيرين وتصرف زي مين؟ زي الكبار. يعني ايه بقى؟ يعني لما تيجي تحلم اضرب سقفك عادي، اضرب فوق يا عم. لما تيجي تطبق تتصرف زي مين؟ ما تلبسش سوبر مان وتنط من البلكونه، تبتدي تحسبها. صح؟ فلما تيجي تحلم قول لنفسك هخلص 20 ختمه في رمضان. الكلكعه هتقول لك ايه بقى؟ فين الوقت؟ انت مجنون؟ ازاي؟ الشغل، العيشه اللي عايشينها، مفيش وقت، ما ينفعش. صح؟ تقوم راجع لفين؟ 3 خدمات زي الفل، ده انا اصحابي كلهم يا دوب بير ونص خدمه. صح ولا لا؟ قلت لنفسك بقى 20 خدمه، ده حلم زي مين؟ زي الصغيرين. طب زي الكبار اعمل ايه؟ طب 20 خدمه يعني 10 ساعات؟ لا، ما انا لو قريت اكتر هوفر مش عارف ايه، طب ما انا هاخد اجازه، طب ما انا هعمل وابتدي احسبها اخطط لها زي ما احنا بنقول. طيب السؤال بقى، ما جبتش يا جماعه بلاش 20 ل 10، ما جبتش 10، جبت كام؟ 5. جبت 7 خلاص، ولا 5 ولا 10، جبت 7. يور فيلير از ايه؟ سكسس. لان قبل كده حضرتك كنت بتعمل ايه؟ تجيب الخدمه لو جبتها، لو ما طلعلكش اي كده حاجتين في اخر رمضان يضربوا لك اليومين الف سلامه ما جبتش الخدمه حتى. صح ولا لا؟ طب قصها على اي حاجه. حلمك تبقى رئيس مجلس الاداره، فهتعمل ايه؟ جبت رئيس قطاع، انت نسبيا فشلت عن حلمك. صح؟ بس فعليا ايه اللي حصل؟ انت عديت كل مين؟ كل اللي تحت رئيس قطاع. صح ولا لا؟ مش كده بيقول لك احلم زي الصغيرين علي سقفك، بس لما تيجي تصرف تصرف زي مين؟ زي الكبار. ابتدي قسم وخطط، شوف الكلام ده هعمله ازاي. حلمي يبقى مشروعي اكبر مشروع، التعليق بقى بتاعك، اكبر مشروع في مصر. بس ده معناه انه لازم في الاول يبقى ايه؟ لازم مشروع يتفتح واشغله ويبقى اكبر مشروع في مصر الجديده. صح ولا لا؟ فلما بعمله ويكسر حاجه الدنيا والناس تقول يا ابن الذين ده جامد قايل، انا بالنسبه لي ده ايه؟ استف يا جماعه.
عشان كده خدوا بالكم بقى في كود ظريفه بتقول ايه بقى. Achievers only know where to go. المنجزين هم اللي عارفين ايه هم رايحين فين. Others are followers. الباقي ايه؟ ده التوابع. عشان النفس التعبيرين ده مقدس مكانش. التوابع يعني ايه بقى؟ فلان فتح معمل اروح افتح زيه فهو يعدي وانا ايه؟ اشرب. فلان سافر فاروح اسافر. في ناس شايفه طريقها فايه؟ بتتحرك عليه، بتحط حلم كبير وتبتدي تحققه وتشتغل عليه. المقلدين بقى بيعملوا ايه؟ ياخد حته من الطريق ويقوم يجري وراها ويقع، لانهم شايف هو رايح فين فما عندوش نفس الدافع ولا العزم ولا حاجه. لكن ممكن بس برضه هي قبل هي لو ما بقتش رقم واحد ما تفكرش انك تبقى رقم اثنين. انا شايف نفسي لو انا ما بقتش رقم واحد انا مش هبقى رقم اثنين، اثنين ده محدش هيبص لي. امال انا بقيت رقم واحد. اه بالظبط. لو انا ما بقتش رقم واحد ما فكرش ان انا ابقى رقم اثنين. ما هو كام؟ ثلاثه ولا اربعه؟ مش عارف. يا واحد يا ما بقتش. واحد يا ما بقتش. شكرا ميك ات اور بريك. هو فعلا فكره ما تقولش لنفسك واثنين مال. لو قلت اثنين هتبقى ثلاثه وتبقى اربعه وتبقى خمسه. يمكن زي if you want to reach high aim higher. اللي عايز يجيب حاجه لازم يعلي سقف. فحتى لما تجيب اقل منها حتى لما تجيب اقل منها وحط ذاته نجاح. انا هسالكم بقى سؤال. زوين لما خد نوبل في اعلى من نوبل في جوائز العلم على مستوى العالم؟ لا. مفيش صح؟ طيب ركن؟ لا. نام في بيتهم؟ لا. كمر بقى الكرشين وخلاص القرشين كده وخلاص؟ امال عمل ايه؟ اشتغل. هو فضل بيكمل وبيشتغل فتصنف برضه بغض النظر عن اي مشاكل حواليه اليومين دول قطع عنيهم يعني. بس بعديها بكذا سنه السنه اللي فاتت خد واحد من افضل 10 علماء عدوا على امريكا. صح؟ اه هي دي الفكره. الناس الاتشيفرز ما بيناموش مش بيحقق ويركن. هو خلاص هو ذاق الطعم فبيبتدي على طول ايه؟ يشتغل ويتحرك. واضح يا جماعه؟ طيب وبالتالي بقى حلمك هو سقفك. الثانيه احلم زي الصغيرين وتصرف زي مين؟ زي الكبار. كنت بدي مره محاضره زي دي لفريق سيلز كده في السعوديه خلاص؟ فطلع لي دايما يطلع لي واحد فونت كده ايه؟ لازم يعني يكرنرني بلغه السوق يعني. فبيقول لي ايه طيب انا هو مندوب مبيعات يا دكتور وبتاع. قلت له ماشي. انا بقى نفسي ابقى طيار. قول لي بقى اعمل ايه؟ اهو حلمي زي العيال الصغيره، انا مندوب مبيعات ونفسي ابقى طيار. قلت له حاجتين، قلت له الحاجه الاولانيه انا اقول لك تعمل ايه؟ عنك ما بقيت طيار على فكره. خالص يعني لي في ايه؟ لو انت عايز تبقى طيار انت حر. يا تسعى انك تبقى طيار يا ما تسعاش. الحاجه الثانيه بقى، قلت له غريبه انك بتجيب مثال شفته عيانا بيانا بعيني. انا ابن عمتي كان مندوب مبيعات في شركه سمسار البورصه، موظف عادي جدا. هو النهارده مساعد طيار وفي طريقه انه يبقى طيار في مصر للطيران بعد 10 سنين. قلت له ايه الفرق بينه وبينك؟ انت حصان وجزره. انا نفسي ابقى طيار بس بتعمل ايه؟ قضيها خلاص؟ هو بقى عمل ايه؟ هو حلم زي الصغيرين، كان مندوب مبيعات او موظف مبيعات. عمل ايه بقى؟ راح باع شقته ودخل معهد طيران مدني، كعة فيها كعة جامده خلاص؟ وعاش في ايجار جديد وراح اتعلم طيران مدني وقعد يدرس فيه كتير ودخل امتحان وسقط ودخل امتحان وسقط ودخل امتحان وسقط. وبعدين دخل شركه صغيره وبعدين نقل منها لمصر الطيران والنهارده في طريق انه يبقى طيار. ايه الفرق بينه وبينك في 10 سنين؟ هو بقى طيار وانت فين؟ طبعا ما خبطتوش جامد قوي كده عشان مش ده الغرض. بس خلاص المسج ديليفر. هو بقى طيار وانت مندوب مبيعات لسه. ليه؟ عشان هو حلم زي مين؟ ابن عمتي حلم زي الصغيرين، التاني حلم زي مين؟ زي الكبار. قال ايه بقى؟ انا ابقى طيار ازاي؟ فين؟ منين؟ اعمل ايه؟ مفيش فايده، البلد، الظروف، العيشه واللي عايشينها، الطيب احسن. صح ولا لا؟ هي دي الفكره. فالفكره حضرتك احلم زي الصغيرين، بعد كده ابتدي ايه بقى؟ هجيب كام جزء؟ هبقى طيار، مشروعي هيعمل ايه؟ هحقق ازاي؟ اتصرف زي الكبار، تلبس السوبر مان وتنط من فين؟ من فوق الدولاب. واضح يا جماعه؟ طيب، قصه اخيره على حلمك هو سقفك. في تاريخنا الاسلامي قصه مشهوره عن واحد غير في التاريخ بسبب حديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين هو؟ شاب في تاريخنا الاسلامي عمل نقطه محوريه وغير في التاريخ. لا، سيدنا محمد الفاتح، فاتح القسطنطينيه. القسطنطينيه حصن منيع عصت على ناس كتير في عقود كثيره خلاص. سيدنا محمد الفاتح هو صبي صغير سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لتفتحن القسطنطينية فلا نعمل أمير أميروها ولا نعمل جيش ذلك الجيش. خلاص؟ سيدنا محمد فتح عليه أنا
سأكون هذا الأمير. طيب لو سيدنا محمد فتح في زماننا ده كانوا يقولوا له ايه؟ ده مجنون؟ اه عبيط يا ابني، يعني انت سبت الكام مليار مسلم دول وانت اللي هتطلع فونت منهم، انت اللي تفتح القسطنطينيه؟ الحقيقه مش هممني كلام اللي حواليه، هو اول حد هيجلده كان مين؟ لا هو نفسه، هو نفسه كان هيقول لنفسه انت مجنون، انت عبيط، انت اللي هتعمل، انت اللي هتسوي. يخش جوه الصندوق بتاع الكبار ويقول ايه؟ يا عم ما تفتحش القسطنطينيه، انت بس افتح شقتك الاول وربنا يحلها بعد كده، صح؟ فهو حلم زي مين؟ زي الصغيرين. انا هكون ذلك الامير. طب اتصرف زي مين بقى؟ زي الكبار. عمل ايه؟ سيدنا محمد الفاتح اتعلم ان هو صبي، اتعلم فروسيه، واتعلم فنون المعارك، واتعلم قياده جيوش، واتعلم حرب، واتعلم قتال، واتعلم كل حاجه. ففتح القسطنطينيه وعنده كام سنه؟ 22 عام، 22 23 سنه. صبي اللي هو 22 23 سنه في زماننا ده مامته بتبص عليه وهو بيعدي الشارع، صح؟ اه صح، شكرا. صح ولا لا؟ اه هي القصه بقى مش كام سنه، القصه ان هو صغير قال لنفسه ايه؟ انا هبقى ده، انا هبقى ده وبيروح الشغل ويمضي ويروح وينام ويقعد على القهوه. لا اشتغل لغايه ما بقى ايه؟ هو ده. واضح؟ طيب هسال بس سؤال مهم، ما كانش ممكن سيدنا محمد الفاتح في ال 10 سنين من هو 14 سنه لغايه ال 22 ال 8 سنين دول تفتح القسطنطينيه؟ لبس بقى كده خلاص راحت منه، صح؟ امال ايه؟ هو اللي هيوصل اكيد لحاجه برضه. اه شكرا اتشيف زوالي، يعني فتح القسطنطينيه كان هيروح يفتح روما، كان هيروح يعني كان هيشوف له حته يلعب فيها في الاخر. هو اتشيفر، هو قائد، صح؟ وبالتالي في الاخر هو اللي ايه؟ هيعمل حاجه. القسطنطينيه اتفتحت صليب بقى بالمناسبه، اللي كان فيه محاولات كتير وفشل لغايه ما هو اللي جه ايه؟ وفتحها. عشان كده في كود ظريفه كده او قاعده او حكمه ظريفه بتقول لك ايه؟ بيبقى حوالينا ناس كتير بنعتبرهم مجانين. مين الناس المجانين دول؟ اللي هو يبقى في وسطنا كده واحد يقول لك انا لما اكبر انا اللي هغير الكون، انا هقلب حال البلد، انا هعمل مش عارف ايه. طبعا الناس بتبص له ايه؟ عبيط. طب لا يا جماعه بص، هو عنده ربع، هو ضارب، بس هو فاكر نفسه، هو مش عارف ايه، صح؟ القاعده بتقول لك ايه؟ بس لو في حد في يوم من الايام هيغير الكون لازم يبقى واحد من المجانين دول، مش هيبقى حضرتك، ومش هيبقى واحد من اللي بيقولوا عليه مجنون. ليه؟ عشان اه هو هم مجانين، بس لو حد هيعمل حاجه لازم يبقى ايه؟ مش مجنون، لازم يبقى سقفه ايه؟ عالي. مش هيبقى واحد من سقفهم دور ودورين اللي شايفينه مجنون وما تقدرش ومش انت، وانت مين انت؟ ويوم ما بيغير الكون بنقول ايه؟ يا ابن اللعيبه اعملها بس. ازاي؟ كوسه اي حاجه بقى. مش كده بيقول لك اللي بيغير هو واحد من الناس فاكرها مجنون، بس هو في الاخر هو مش مجنون، هو ايه؟ هو سقف عادي. سؤالك يا هو بس احنا يعني بنتكلم دايما عن معظم الناس اللي حققت نجاحات كبيره جدا ان هي بتبدا ده من مرحله بدري قوي في حياتها، صح؟ فهل يعني انا هل تاخري في مرحله في حياتي يمنعني؟ آه بالظبط. طيب انت عارفه ليه وانت بتشوفي وكلنا بنشوف؟ كم مره شفت واحد بعد المعاش ختم القرآن الكريم حفظا؟ كم مرة شفنا ناس حياتها اتغيرت 180 درجة لنجاح رهيب من حياة روتينية جدا بعد ما استقل وغير كاريره في الأربعينات؟ بيحصل؟ It's never too late. كم مرة بقى شفنا واحد عنده 20 سنة acting as if عنده 70 سنة؟ وعنده 20 سنة بس بيتصرف زي اللي عنده 70 سنة، كأن الحياة انتهت خلاص، صح؟ عشان كده في كوت مالهاش دعوة بالموضوع بس أنا بحب أريفير ليها كتير قوي، بيقول لك if you think you can you will. إذا تعتقد إنك تقدر هتقدر. If you think you cannot you will. If you think you cannot مالكش will not. إذا تعتقد إنك ما تقدرش مش هتقدر. قالك if you think you cannot you are right. معاك حق. لو أنت if you think you can you will. إذا تعتقد إنك تقدر هتقدر. If you think you cannot you are right. إذا تعتقد إنك ما تقدرش معاك حق. يعني ايه معاك حق؟ لو ما جاتش من جواك، لو ما حطيتش في بالك ان انا ناوي، انا موظف مبيعات، انا طالب لسه، انا عايز ابقى طيار، انا عايز ابقى رائد فضاء، انا عايز ابقى اي حاجه، لو انت حطيت في بالك هتقدر، ما حطيتش في بالك محدش هيقنعك بالعافيه. صح؟ وبالتالي انسي بقى. بصوا يا جماعه، قبل المحاضره دي حماده وبعد المحاضره دي حماده ثانيه خالص. It's never too late. انا بديكم امثله على ناس شفتهم بعيني بعد المعاش. يعني ايه المعاش؟ 60
غير حياه ناس وعمل حاجات. واعتقد في رساله هنا في نماذج رهيبه بتعلم اطفال وبتعمل انشطه بعد ما طلعت على المعاش ابتدوا يلموا نفسهم. ونشوف ناس كتيره جدا ده اللي في الستين. فما بالكم بقى ما تغلطوش الغلطه بيقولوا كده وهو في ديسيجن تراب كمين كده بنقع فيه. يعني ضيع ال 10 سنين اللي فاتوا؟ لا يا حبيبي ما تضيعهمش، ضيع ال 20 اللي جايين على حسهم. هي دي المشكله. فابتدي فكر فورورد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. طب القيامه بتقوم؟ ايوه اشتغل حتى لو فاضل لك يا نفس المثال بتاع لو فاضل لك تكه وتموت اشتغل. مالكش دعوه، انا القاعده اللي بعتبرها عمده دايما علينا الاذان وعلى الله البلاغ. انت تقدم وربنا ايه؟ يوصل، بس انت ايه؟ قدم. صح؟ طيب نيجي بقى للحته الاخيره عشان نقفل الفيجن. ايوه بعد الكلام الكبير ده، خدوا بالكم بقى نخرج من هنا. كل واحد يبقى حلمه فين؟ سقفه فين؟ ده قراره. بس في الاخر انت اللي بتحط السقف وانت اللي هتشتغل على حسب السقف ده. خلاص؟ ايوه ازاي بقى اشوف الفيجن؟ اعمل ايه؟ المثال اللي قلناه بتاع عيد ميلادك ال 60، بس انا بقول بلاش ال 60. ال 70 ال 80. لا خالص، لا لا مش السقف مش في السن على فكره، السقف في الفكر. انا بقول لك بص لنفسك ولنفسك بعد 10 سنين. عايز تبقى عامل ازاي من النهارده؟ في شغلك، في اهلك، في بيتك. طب ما اتجوزتش وايه يعني؟ بالعكس فرصتك كويسه انك تختار. طب اتجوزت الحق صلح ايا كان السليفر تقول ايه. انت عايز بعد 10 سنين من النهارده تبقى عامل ازاي وانت بتحتفل في عيد ميلادك الاكس؟ تبقى عامل ازاي؟ ده يعملك زي سيدنا محمد الفاتح، ده يعملك زي ختم القران بتاع رمضان، ده يعملك اي حاجه انت عايز تعملها. لما تبدا بايه؟ ستارت وذ ذا اند ان مايند. ابدا بالنهايه، ابدا عايز توصل لفين وابتدي ايه؟ احنا زي مين؟ زي الصغيرين وتصرف زي مين؟ زي الكبار. انا بعد 10 سنين عامل ازاي؟ انا بعد 10 سنين فاتح مشروعي وشغال والمشروع بيكسب بشكل معين، بيكسب على مستوى القاهره، بيعمل كذا. اوصل ازاي من النهارده؟ غير بقى واحد انا ان شاء الله. انا ليا واحد صديقي من يوم ما اتخرجنا من 14 سنه مش دفعتنا بس تعرفه عايز يعمل مشروع خاص من يوم ما اتخرج بقى له 14 سنه ولغايه النهارده كل ما اشوفه انا ناوي انا هعمل مشروع خاص. هو عايش ليه؟ حصان والجزره. هو هيعمل مشروع خاص في يوم من الايام. فهو حصان وجزره، ايه الفرق بينه وبين اللي بيحلم زي الصغيرين؟ ان هو ما اتصرفش زي مين؟ زي الكبار. هو حلم بس. فهو عايش في حلم اليقظه، انا هعمل مشروع خاص في يوم من الايام. واضح يا جماعه؟ فازاي ابني الفيجن؟ بص لنفسك بعد 10 سنين 20 سنه عايز تبقى ازاي؟ وعايز تبقى ازاي بقى ما تبصش لدور ودورين. احلم زي الصغيرين. قول بعد 10 سنين لا، انا مش عايز بعد 10 سنين ابقى معايا دكتوراه، انا عايز بعد 10 سنين ابقى واخد نوبل. انت مجنون؟ عشان لما تروح ينفع؟ عشان ايه؟ عشان لما تاخد دكتوراه تفرح يعني. لا، عشان تاخد نوبل. عشان تاخد نوبل. هي دي الفكره، انت مش بتضحك على نفسك، انت مش بتحط سقف عالي عشان تجيب اللي تحته. انت تقول لنفسك انا عايز بعد 10 سنين اخد نوبل، ابتدي اشوف اخدها ازاي بقى. واحد تاني يقول انا عايز بعد 10 سنين ابقى معايا ماجستير. شوت. وقت. المهم تبقى ايه؟ مرضي عن الحج؟ مرضي عن ماشي. ما انا وانا مش مصدق ده وانا تمام اوكي، انا هكتب نوبل وهكتب كل حاجه حلوه وهعلي بس انا من جوايا مش مصدق. صح مش موافق يا احمد. هتصدق امتى؟ مش حاسس. هتصدق امتى؟ هتصدق اول ما تمسك في ايدك حاجه تخليك تصدق. بالظبط. البلان، اللايف بلان. احنا خد بالك احنا لسه في انهي خطوه؟ اول خطوه. لما هتكمل الثلاث خطوات هتشوف بعينك وهنوصل لاخر محاضره وهفكرك. هي دي الفكره. انت عمرك ما هتصدق لان احنا في مرحله ايه دلوقتي؟ احنا زي الصغيرين؟ احنا دخلنا ازاي نتصرف زي الكبار؟ لا، فانت عمال تقول يا عم رائد فضاء ايه بس وحلم ايه وبتاع؟ ما اقدرش، مين اللي حجمك؟ الكراكيع بتاعتنا. مفيش فايده، مفيش فايده، مش انت يا عم الحاج، كان غيرك اشطر. احنا لسه ما دخلناش ايه؟ جو. واضح يا جماعه؟ اختم ببيتين شعر لفاروق جويده بيقول ايه؟ تعب يعلمني بان العدوى خلف الحلم يحيي نبضات القلب العليم. سهر يعلمني بأن الدفء فين؟ بأن الدفء في قمم الجبال وليس في قاع السفح الذليل. قد كان أسوأ ما ورثناه من زمن النخاسة أن نبيع الحلم بالثمن الهزيل. أسوأ حاجة ورثناها من زمن النخاسة، وزمان كنت بقول زمن النخاسة على الاستعمار الفكري والعسكري اللي حصل لنا قبل كده،
صحيح زمن النخاسة مستمر لغاية النهاردة بكل أشكاله، ما جالناش لسه حد يعني يغسل زمن النخاسة ده، وكل واحد إيه بيلعب بطريقته بينخسنا بطريقته يعني. بس هي الفكرة إن إحنا أسوأ حاجة ورثتها في زمن النخاسة اللي هي إيه بقى؟ متفكرش بكرة. حتى خدوا بالكوا من السلوجنز بتاعت الإعلانات، عيش اللحظة، ما تفكرش بكرة، استمتع بحياتك، قضي وقتك، خد لك بريك. كل الكلام ده أنا مش بتاع نظرية مؤامرة قوي، بس في الآخر لا، هي messages to be embedded. أنت بتعيش على طول على إنك استمتع بوقتك وأنت عبي وإيه وشيل بقى وهكذا. أسوأ حاجة ورثناها، عشان كده بطول في حتة الفيجن دي، إن إحنا نبطل إيه نحلم. الطيب أحسن كده رضا، أنت أحسن من غيرك، خليك جنب الحيط. إيه مش جنب الحيط، خليك فين؟ في الحيط، جوه الحيط. تسلم. طب ما انت سؤال، انت دلوقتي لو يعني بقيت ضد غلطك، انت ضد ايه؟ يعني معلش في الغلط، انا مش ضدك. لا يعني انت مفيش تصالح ان انت، هنقول زي ما حضرتك قلت، في زمن النخاسه ولا اخره، ودي فعلا حقيقه. هفضل انا الكلمه اللي هو انا هفضل انا مقتنع بكده، مش هوصل لهذا. لكن انا لو قلت لا عادي الدنيا حلوه وانا اركز في نفسي. اه بس انا مش معترض على فكره يا جماعه، هي كده. هو اللي بيقوله لك ان انت ما تخرجش في زمن النخاسه ده، طول ما كل الناس ضايعه وكل الناس ما بتعملش. انتوا عارفين ان اكبر مهندس لمتر الانفاق على مستوى العالم وفي المانيا مصري، اسمه هاني جرجس اعتقد لو انا فاكر الاسم صح يعني. خلاص زويل واحد من افضل 10 علماء، مجدي يعقوب، في ناس بتشتغل في وسط الضلمه. كل واحد يختار بقى، في واحد بيختار يا تبدل يا تبدل، يا تنحت وتعدي. ففي ناس عدت عالميا، وفي ناس عدت محليا، في ناس عدت يا تمكن. ما ينفعش، ما فيش فايده، هو كده ظروف البنات العيشه اللي عايشينها. واحد كان هناك بيقول لي انا، واحنا في الامارات او في السعوديه، بيقول لي انا نفسي افتح مشروع خاص، بس اديك شايف ظروف البلد. قلت له انت عارف كام مشروع بيفتح دلوقتي؟ مشروعك الخاص ده اللي هو انت اكيد مش بتفتح المقاولين العرب يعني. عارف كام واحد بيفتح كافيه، وكم واحد بيفتح شركه، وكم واحد اللي عايز بيعمل، واللي مش عايز اركن وابكي على اللبن المسكوب لو لقيت لبن تبكي عليه يعني. ماشي يا جماعه، خلصنا السوات، خلصنا قصدي الفيجن، قاعدتين، حلمك وهدفك، والثانيه ايه؟ احنا زي الصغيرين والصغار زي الكبار. كم واحد بيفكر دلوقتي في انه هيختم رمضان في ثلاث ايام، او هيختم القران في ثلاث ايام؟ انا مش عايز ايديه تنزل ايدي في ثلاث ايام. كم واحد فكر بقى انه هختمه في يوم؟ حلمك هو سقفك، هي دي القاعده. ماليش كده، بس هي مش اصل، لا انا حاسس ان هي مش صعبه لسبب اخر، ان الواحد فعلا يعني بيجي على اخر رمضان لما بيلاقي نفسه خلاص رمضان هيخلص فاضل له 3 4 بيعمل كده، بيطحن 3 4 عشان بيعوز. انسوا بقى يا جماعه الختمه، انا بريليت تاني كل اللي قلناه لحاجه ابليكابل. كم واحد هيفكر انه هيختم في يوم؟ لو عملها يبقى يدعي لي بقى في ايه؟ في اخر اليوم ان شاء الله. طيب تعالوا نخش بقى على الجزء الثاني. احنا خلصنا ايه؟ ليه اسمها ايه؟ عايز اروح فين؟ هدف. وير تو جو؟ لا مش الهدف. ايوه وير تو جو؟ عشان جول زيرو. عايز اروح فين؟ هنخش بقى على ايه؟ وير ار يو ناو؟ انت واقف فين دلوقتي؟ خلاص؟ طيب السوات اناليسيس دي كم حد سمع عنها؟ طيب لا مش يعني كمسمى لا، بس معاك يعني ممكن. طيب اه ما انا هشرحها تاني، انا بس عشان اشوف الى اي مدى. طيب السوات اناليسيس دي يا جماعه اسمها تحليلات الوضع الحالي، ده الترجمه بتاعتها. يعني ايه سوات؟ هو سوات دي الاربع حروف دول كل واحد فيهم بيرفير لكلمه، مختصر بتاع الكلمه. فهي اس دبليو او تي اناليسيس. الاس اختصار لكلمه سترينثز، نقط القوه. وعايزكم انتم بترسموها يا جماعه، ما حدش يكتب كتابه، ارسموا اربع مربعات بالمنظر ده، او مربع بتقسم اربعه للي بيكتب. يعني ما حدش يكتب الترجمه تحت بعضها. ارسموها اربع مربعات او مربع متقسم اربعه كده. فاول واحده سترينثز، الاس ريفيرس تو سترينثز، نقاط القوه. الثانيه دبليو اختصار لايه؟ ويكنسز، نقاط الضعف. الثالثه الاو اختصار لايه؟ opportunities، الفرص المتاحة. الرابع اختصار لي threats، التهديدات المحيطة. خلاص؟ ثلاثة opportunities، الفرص المتاحة. أربعة threats، التهديدات المحيطة. خدوا بالكم احنا في أنهي خطوة؟ اللي اسمها إيه؟ where are you now؟ في الـ current situation، الوضع الحالي، أنت واقف فين؟ خلاص؟ فبنعمل التحليلات دي عشان نبتدي نقيم منها إيه بقى؟ أنا واقف فين؟ ده سؤالك يا أحمد وسؤالك يا أسماء. علاقة الحلم بقدراتي، أنا عملت أول حاجة إيه؟ حلمت زي الصغيرين، صح؟ أنا دلوقتي ببتدي أتصرف زي مين؟ زي الكبار، أنا عندي إيه بقى من الحلم ده؟ أنا عندي إيه دلوقتي؟ طب هو الطبيعي إن أنا ألاقي نفسي دلوقتي قدراتي تطابق الحلم؟ لا سذاجة طبعًا،
والا يبقى انت محقق الحلم صح؟ هو طبيعي انك لازم تلاقي ايه؟ جاب فجوه كبيره والا ما يبقاش حلم. احنا بنتكلم على حاجه كمان 10 سنين صح؟ طيب تعالوا بقى نشوف بتعمل ازاي. الاثنين اللي فوق سترينثز ويكنسز معنيين بحاجات لك عليها تحكم وسيطره، حاجات شخصيه، فبيقول لك نقط القوه بتاعتك ونقط الضعف بتاعتك. وهقولهم ايه؟ الاثنين اللي تحت بيتكلموا على حاجات مالكش عليها يد ولا سيطره، بس هي بتؤثر على طريقك وعلى مشروعك. تعال ناخد الاثنين اللي فوق اي حاجه هنعلق عليها. تعال ناخد الاثنين اللي فوق سترينثز ويكنسز، نقط القوه ونقط الضعف. عاده بيرفيروا في الاثنين دول او بيرجعوا في الاثنين دول لثلاث معايير. المعيار الاولاني يعني بيقول لك عشان تحدد نقط القوه عندك ونقط الضعف عندك لازم تبتدي تفكر في ثلاث حاجات. اول حاجه النولج، خبرتك، عندك معلومات قد ايه في الموضوع ده خلاص. الحاجه الثانيه الريسورسز، الموارد، عندك موارد قد ايه في الموضوع ده. فلو عندي موارد بقت ايه؟ سترينثز، نقط قوه. لو ما عنديش بقت ايه؟ لو موارد مطلوب للفيجن بقت نقط ضعف صح. لو عندي خبره بقت ايه؟ نقط قوه. ما عنديش خبره معينه ضعف. عندي خبره في حته وما عنديش في حته، دي قوه ودي ضعف خلاص. الثالثه الكاركترستكس، الصفات الشخصيه او الطباع الشخصيه، وهنقول ايه علاقه ده كله. فلو طبع عندي بيساند الفيجن او المشروع طبعا نقط قوه، لو طبع بيعارض بقى ضعف. تعالوا بقى ناخد مثال. انا عايز افتح حضانه اطفال خلاص. طيب انا اقول لكم حاجه وقولوا لي اتحط فين. انا لسه طالب في الكليه، دي نقطه ضعف. فين ثاني حته ثاني معيار من الثلاثه؟ في النولج. في النولج لا ريسورسز ممكن هقول لك في النولج، في الخبره. انا ما عنديش خبره خلاص. طيب انا لسه طالب في الكليه بس انا اشتغلت سنتين في حضانات اطفال، فبقت نقطه قوه، بقت عندي نقطه قوه، عندي سنتين اكسبيرينس في الموضوع ده. فانا بديكوا هي بتتحسب ازاي خلاص. الريسورسز بقى سيبك، انا طالب في الكليه ولا متخرج، المشروع ده عايز 50,000 جنيه مثلا، معايا بقت ايه؟ قوه. معيش طيب، معيش بقى اجيب ضرف واشوف مشروع تاني صح؟ مش معيش؟ هي لا شكرا بقى، ما هو اجيب ضرف واشوف مشروع تاني خلاص، ده مش مهم اصلا. يبقى انت حاطط حلم من اول انا قلت ايه؟ معيش اهو يا عم، اجيب منين ال 50 بالظروف بالعيشه اللي عايشينها؟ هو انا لازم احدد اعمل سوت اناليسيس دي بعد ما اكون حتة الفيجن؟ واخدوا بالكم بقى، هو في مدارس في التخطيط كتير، منها مثلا الفيجن والميشن. ففي ناس بتسميها زي ما انا بسميها الرؤيه والرساله، في ناس بتسميها الرؤيه والمهمه اللي هيتعمل. فدي اول حاجه، ما تلخبطوش نفسكم. الحاجه الثانيه، في ناس بتقول لك تحط سوت اناليسيس الاول وتبني عليها فيجن، وانا شايف ان ده غلط، لان ده هيقيدك على حسب الوضع الحالي. والسبب تاني، انا بحدد التراك. يعني انا اجي اقول مثلا ابني حافظ قران، ده الفيجن. طيب انا بقى عندي سوات اناليسيس ايه دلوقتي عشان اوصله لده؟ وبالتالي انا بحدد انا عايز اروح فين، وابتدي اقول لنفسي انت واقف فين على الطريق. فشكرا، ده سؤال مهم، لان قبل كده كنا بندرسها بالعكس بالمناسبه وما كنتش مقتنع. في المربع سوات اناليسيس، سوات اناليسيس ده مش ده ممكن نقاط القوه دي ونقاط الضعف دي، ممكن اخد نقاط الضعف دي اشتغل عليها عشان تبقى عندي نقاط قوه. اشكرك، اسم حضرتك شريف. طيب شكرا يا شريف، ما ده اللي هنقوله بقى لسه. انا دلوقتي بعمل ايه؟ اناليسيس، انا بحلل بقسم، بس هعمل ايه معاهم؟ ده اللي هنقوله خلاص، اللي هو اللي انت قلته بالظبط. ماشي يا جماعه؟ طيب فاحنا قلنا النولج، عندي سنتين خبره بقت قوه، ما عنديش خبره بقت ضعف خلاص. طيب معايا فلوس قوه، معيش ضعف. عندي وقت القوه، موارد، فاكرين الموارد؟ ما عنديش وقت، بشتغل ورديتين يا حنفي وصبح وبعد الظهر، بقت ضعف صح؟ بقت حاجه لازم تتحل تمام؟ طيب كاركترستكس، انا ما بقدرش اتعامل مع الاطفال. دي احلى حاجه، قوه، دي نقطه قوه قاتله طبعا، نقطه ضعف قاتله. طب ينفع؟ ينفع عادي، والله يمكن ده حلمي لسبب. يا جماعه افتكروا بقى الرساله، كل واحد ونيته ورسالته. انا عايز يا عم يبقى عندي اكبر مشروع في الدنيا، فلازم اتعلم في السيلز واشتغل فيها ثلاث سنين وانا خلق ايديا وما بستحملش مناكفه مع العملاء. بيحصل ده، هو الطبيعي انك لازم تلاقي كاركترستكس معينه تتعارض مع مشروعك، لان حضرتك مش ملاك. حضرتك بسم الله ما شاء الله مش جوكر تتحط على اي ماتش
تكسب صح ولا لا؟ فينفع انا جبت لكم الحاجه الاكستريم اللي هي وارد انها تحصل. طب هو السؤال بقى، بصوا بقى ايه اللي حصل؟ قلتوا ايه؟ سلم ايه اللي بتقوله ده؟ ما ينفعش. حطيت نفسك فين؟ في الصندوق تاني. هي زي الفلوس زي اي حاجه. ينفع؟ طالما ده حلمي اللي عايز اعمله ايا كان سببي، غير بقى. ابتدي تصرف، ابتدي احب الاطفال، بلاش ما تتعاملش مع اطفال على فكره. بالظبط. على فكره انا رحت حضانات ايام ولادي يعني تضربوهم ضرب المديره بتاعت الحضانه الاونر بتاعت الحضانه، بس في الاخر حضانه شاطره وماشيه لانها جود مانجر بات نوت كيدز اورينتد، مش بتاعت اطفال، لكن عارفه تدير الحضانه بشكل كويس. ايه دي الفكره؟ فمحدش بقى ايه يقول ينفع ما ينفعش. بطل شوف لك حاجه ثانيه غلط تاني. حد من رافع ايده؟ انا هو بالنسبه للطباعه انا ممكن اغير طبع الطبع كده، يعني مثلا حاجه ما بتقدرش اطفال خالص. ايوه حاجه لطيفه تماما. If you think you can you will. If you think you cannot لا مش هتقدر. معاك حق. انا قلت لك اهو مش هتقدري، معاك حق. عشان انت مش مقتنعه انك تقدري. بص حواليك وبص لنفسك هتلاقي كم حاجات انت غيرتيها في نفسك. في سنين فاتت لما حبيت. لما طلعت معايا غيرت. او لما اتحطيت كنت بعمل حاجه معينه وبطلت اعملها، كان نفسي اعمل حاجه واتحط، لما اتحطيت تحت ضغط عملتها. ينفع. وناس كتير حوالينا عملوا كده وبنشوفهم بنقول يا ابن الذين ازاي قدر مش عارف ايه. الناس اللي بتلوز ويت بشكل هستيري في فتره قليله هي دي الفكره. اللي بيحط في دماغه بيوصل، اللي هيقول لنفسه، اللي بيبطل سجاير شكرا، اللي بيلعب رياضه، اللي اي حاجه بيحط في دماغه بيوصل، وما بيحطش في دماغه ما بيوصلش. If you think you can you will. يعني احنا كنا لسه قريب كنا يعني بنسايكل بنركب عجل وكده اللعبه الهايفه دي وكده. فالمهم كنا في اسوان فاحنا ماشيين فقالوا لنا هنطلع السد العالي. طلعنا فعلا بالعجل خلاص. بس هي المشكله في اول ما اطلع انا مش بهرج والله، والموقف ده افتكرته وافتكرت المحاضرات وقلت لنفسي انت بتقول للناس حاجه وري نفسك هتعمل ايه بقى. ففي مطلع انا طالعين شفت فعلا عامل كده، فاول انطباع جالي ايه؟ احنا طبعا لما ما بتقدرش تركن وتاخد العجله في ايدك وتطلع كده ايه زي الباشا خلاص. اللي حصل في لحظه ان انا قلت لنفسي ايه؟ If you think you can you will. اول ما بقول لنفسي مش هقدر بلاقي نفسي تعبت وعضلاتي وجعاني ومش قادر ومش طالع وريم طبعا من الحيتان معانا في الموضوع ده. ف فعارف اتفاجئنا ان احنا على المره، انا اتفاجئت على المره صح، احنا ما شفناش كنا بصينا على الارض يعني. الفكره بقى ان الناس اللي قالت نفسها انا هقدر انا هطلع طلعت. الناس اللي قالت ايه ده؟ صعب جدا. عملت ايه؟ رجعت وخلت العجله. هي دي الفكره. لو قلت لنفسك يا جماعه على فكره هي في السايكولوجي في علم النفس بيقول لك كده قاعده رهيبه. Thoughts reflects behaviors. اللي بتقوله لنفسك من جوه بيطلع على سلوكياتك. هتقول لنفسك يا انا مش قادر انزل النهارده، تلاقي نفسك ايه؟ ايوه بص انا كمان تعبان ازاي وعضلاتي مكسره. هو ده اللي حصل. هو السايكولوجيكال قلب معاك فيزيكال. فتلاقي نفسك كده ثوتس ريفلكتس بيهيفيرز، الافكار بتنعكس على السلوكيات. خلاص فهي دي القاعده. طيب الكاركترستكس عندك هتسبورت، ما عندكش بقت ويكنسز. فتيجي تقول لنفسك مشروعي ده عايز حاجه في السيلز، بلاش. المثال الاشهر مشروعي ده لازم اخد فيه دبلومه لمده 6 اشهر. انا ما بطيقش التعليم يا جماعه، لما صدقت خلاص مش بيحصل. هي دي الفكره. وفي ناس بتحب التعليم. انا بحب اتعلم بقت ايه؟ سترينث. ما بحبش بقت ويكنس. هل بقى كل حاجه هتطلع لي على اليمين اقول خلاص مش نافع؟ هي بقى اللعبه زي ما الشيف قال. احنا ليه بنطلع سترينثز ويكنسز؟ بنحلل السترينثز. بس انا بحلل ليه؟ مش مجرد علم الشيء. السترينثز انا ببتدي ابني عليها. ده انا بحب الاطفال. ده انا عندي خبره. انا معايا 20,000 من 50. انا اقدر اعمل كذا. انا ليا واحد قريبي فاتح مشروع زيه. كل دي ايه؟ سترينثز صح؟ الويكنسز عليها بقى. طب دي هتوقفني، دي هتعطلني. طب عايز فلوس، اطلع السعوديه سنه اجيب الفلوس وارجع، اشتغل صبح وبعد الظهر، ابطل مصاريف، ايا كان بقى ابتدي اعالج عشان ايه؟ اوصل على قدر الاهتمام، على قدر ما تبتدي ايه؟ تتصرف زي مين؟ زي الكبار. واضحه؟ طيب واضحه السترينثز والويكنسز. طيب بعد كده بقى الاوبورتيونيتيز والثريتس. الاوبورتيونيتيز هي الفرص المتاحة والثريتس هي التهديدات المحيطة. الاثنين دول براك، الاثنين اللي فوق معاك مش معاك، بتوعك مش معاك، لأن واحدة معاك واحدة ضدك. الاثنين التانيين واحدة معاك واحدة ضدك. الأوبورتيونيتيز دي أي فرص متاحة. والثريتس أي تهديدات محيطة. الحظ يعني؟ لا لا مش حظ، هقول بقى هديك مثال. أنا متخرج سنة 2000 من هندسة عين شمس، خلاص؟ فسنة 2000 ده أنا متخرج خارج من الباب أنا وزميلي وصديقي اللي متخرج من قسم الكوميونيكيشن. اتصالات وانا معماري، خلاص؟ طيب ايه اللي كان حاصل في قسم للناس بتوع اتصالات لو تفتكروا سنه 2000؟ شكرا. موبينيل وفودافون فتحوا 98 99. فاللي خارج من قسم اتصالات عنده اوبورتيونيتي ولا ثريت؟ طبعا اوبورتيونيتي عاليه جدا، فرص شغل قويه جدا، مرتبات عاليه جدا،
خبرات رهيبه. ان ما كانش هنا يبقى هنا. هو على حس موبينيل وفودافون فتح بقى رينج ورايا ونوكيا وبتاع وبلاك شركات كتير فالفرص عاليه جدا صح. طيب احنا بقى احنا بقى كان في اللوكال ريسيشن، كان في ركود محلي، كان عندنا ازمه عقاريه بتاع سنه 98 99. احنا كنا داخلين سنه 95 بشوات المعماري ده يحط رجل على رجل يطلب مرتب ولو عايز مش عارف. على ما خرجنا بقى وضحكوا علينا وكده، كان في ركود عقاري في مصر ضارب بشكل قوي جدا، فما كانش فيه شغل. فكانت ايه النتيجه؟ حضرتك الواحد منك يمشي ومرتبك نجيب 10 وهو 10 مرتب وان كان عاجبك. فانا كنت بشتغل ب 300 جنيه وصاحبي بتاع اتصالات ده بسم الله ما شاء الله كان ياخد 1500 و 1800 ساعتها. وطبعا كنا باصين لهم وكده وكانوا بيعيوا كتير وبتاع. المهم يعني طيب اللي انا عندي ده اسمه ايه؟ ثريت صح؟ يعني ايه بقى تهديدات محيطه؟ هي حاجه تاثر على المشروع ماليش عليها ايه؟ يد. خلاص؟ الاوبورتيونيتي هو عنده فرصه جات له فرصه متاحه وبالتالي بقى ايه؟ الثريتس بتعمل ايه في الطريق؟ لا بتبطئه بتشده عقبات اكتر صح؟ الاوبورتيونيتيز زورك لفوق صح ولا لا؟ انت ورزقك بقى دي مش حظ لان في نفس الوقت هتلاقي ايه؟ اوبورتيونيتيز وثريتس في نفس الوقت هتلاقي اوبورتيونيتيز وثريتس. تعالى اديكم مثال تاني وكل واحد على حسب مشروعه. الصين في المجتمع المصري اوبورتيونيتي ولا ثريت؟ لا انا عايز بقى بالنسبه لي ولا بالنسبه لهم؟ اه شكرا. لا انا بتكلم في المجتمع المصري يعني بالنسبه لي يعني بالنسبه لي انت اوبورتيونيتي ولا ثريت؟ تهديد. ايوه تهديد. طيب تهديد ثريت تهديد ثريت اسف هي الاثنين بس بالنسبه لهم. لا انا بكلم بالنسبه لي انا. ها هي الاثنين بس انا هقول لحضرتك ماشي تهديد ان انت كده ما بقتش خلاص انت مستهلك ما فيش عندك يا عم انت مستهلك من يومك على فكره مش فارق مش الصين اللي جت علمت عليك انك مستهلك ما انا عارف بس انا بتكلم ان احنا يعني لا رايحك يا شريف لا هو السؤال اللي لازم يجي قبليها اوبورتيونيتي لمين وثريت لمين بالظبط صح فهي النهارده اوبورتيونيتي لمين؟ للتاجر وش خلاص كان ليا واحد اعرفه كان عنده مكتبه بيقول لي يا عم الحاج انا بيجي لي المنبه منبه كامل ببيعه خلاص ب 7 جنيه قول لي بقى والنبي يتصنع في الصين بيجي لي ب 3 جنيه قول لي بقى جاي لي من الصين ده متشال على كتفه واتصنع وماتيريال وبتاع ب 3 جنيه ازاي؟ ماليش فيه ده بيحصل صح؟ هديكم المثال الاشهر سيبك المهم اللي انا كسبان بس انا بتكلم على اوبورتيونيتي مين وثريت لمين؟ هي اوبورتيونيتي للتاجر ثريت لمين؟ للمصنع المحلي. المثال الاشهر جدا فانوس رمضان كان بيحصل ايه فانوس رمضان؟ فانوس النحاس خلاص تشتري فانوس قد كده 30 40 جنيه تحط جواه الشمعه تقعد تسقف جنبه وخلاص انت كده ادي ده فانوس رمضان صح؟ طيب دلوقتي الفوانيس طبعا بغض النظر كمان انها بقت كرومبو وسبونج بوب وبتاع والهويه بتقتل بشكل علني عيانا بيانا كده والعيال بقت بتحب الحاجات دي وبينسوا خلاص الاصل اللي ورا الموضوع بس الفانوس بقى يبقى قد كده وب 20 جنيه وبيطبل ويغني ويرقص ويصحيك على السحور ويحضر لك الفطار وبيعمل لك كل حاجه في الدنيا صح؟ فهي بقت اوبورتيونيتي للتاجر لان بسعر اقل بيدي بنفتس اعلى وثريت لمين؟ للبروديوسر الراجل الغلبان اللي كان بيعمل فانوس رمضان اوبورتيونيتي للمستهلك لو هي حاجه مش لو كواليتي هو بياخد برضه بنفتس اعلى بسعر اقل صح ولا لا؟ عشان كده يا جماعه مفيش حاجه اسمها دي اوبورتيونيتي دي ثريت في الاخر هي ايه؟ على حسب انت فين؟ فلو حضرتك مصنع بروديوسر الصين بالنسبه لك بقت كومبيتيتور فهي ثريت لو حضرتك تاجر هي بالنسبه لك ايه؟ اوبورتيونيتي صح ولا لا؟ جوزي اوبورتيونيتي ولا ثريت؟ الاثنين طب هو ليه ما يطلعش ستريندز اند ويكنسز عشان ما فيش يد لو ليك يد هيطلع فوق صح؟ مراتك الاثنين انت ورزقك صح؟ ثريت طبعا ايوه تاني بقى يعني اللي مسيطر بقى هو يا اوبورتيونيتي يا ثريت والتاني بقى يعني هنا هو وحظه باباك ومامتك باباك ومامتك اي حد اي حد ليه تاثير على مشروعك يا اوبورتيونيتي يا ثريت متفاهم باباكي مامتك جوزك اختك والدك قريبك متفاهم اوبورتيونيتي مش متفاهم ثريت ليك عليه يد وانت اللي مسيطر طلعت سترينثس صح انا اللي بقرر ابنك ها اوبورتيونيتي ولا ثريت لو هو مشروعك
يبقى اوبورتيونيتي. خدوا بالك بقى الابناء دي على جنب. طب الابناء دي اوبورتيونيتي اثرت لغايه سن معين بعد كده خرجت من ايدك، فاللي هتزرعه تقصد الابناء لوحدها قصه ثانيه. يعني لا انا قصدي ان هو لو هو مشروعي زي اللي هو احسن ده يبقى هو بالنسبه لي فيجن حد ذاته. ايوه الله ينور عليكي. هو بقى اوبورتيونيتي ولا ثريت؟ لا هو ده اوبورتيونيتي، ده فيجن، ده هو خرج من المربع ده. لا ازاي بقى؟ ده هو في قلب المربع، ده هو المشروع، هو البرودكت، هو المنتج. يا جماعه تاني بقى والله هو في مره من الاسوات دي بقى قضيت منها اسوات السي دي اللي هي كونسيكونس. بس انا مش عارف صراحه، انا قريت بس انا خدت العنوان ليه ابديتس كتير، هي ما عادش فيها اسوات، بقت اسوات بالسي، يعني بدل كتير بقى السي اللي هي النتائج اللي هتنتج كونسيكونسز. لا ده ليه ابديت تاني بقى اسمه التوز، قصه طويله كده بيعكسها، بيعملها التولز دي او دبليو اس، ويروح حاططها في جريد قصاد بعض وتحط تحط الاصوات في حته سريعا. انا فاكر صح، انت بتحط التولز دي، بتحط التي هنا التولز، بتحط التي هنا والاو هنا، ثريتس اوبورتيونيتيز خلاص، والويكنسز هنا والسترينثز هنا خلاص. وبعدين تبتدي بقى انت يو ليست داون هنا الثريتس، ويو ليست داون هنا الاوبورتيونيتيز خلاص، ويو ليست داون هنا الويكنسز، ويو ليست داون هنا الايه الاسترينثس. بيقول لك ابتدي طلع اكشنز، لما احط الثريتس مع الويكنسز اعمل ايه مع دول؟ طيب عندي اوبورتيونيتيز قصاد ويكنسز بينفعوا بعض، اعمل ايه معاهم؟ ايه الاكشنز عشان اخرج باكشن؟ فليه ابديتس كتير يعني. طيب تعالوا بقى نختصر عشان ايه نقفل. عرفنا الصوت، ابتديت تشوف يا احمد اسماء العلاقه بين الحلم والقدرات. انا دلوقتي ببتدي افكر زي مين، انا بحلم زي الصغيرين وبتصرف زي مين، زي الكبار. ايه الكبار؟ انا ببتدي انالايز دلوقتي انا عندي ايه من اللي انا عايزه، فاضل لي كده ايه ابتدي اشوف همشي ازاي. بس انا ابتديت حلمت زي ما انا عايز ورحت منزل الكلام ده انا عندي منه ايه وايه اللي ناقصني. طيب الاثنين اللي فوق مالهم ايه المشترك بينهم؟ ايوه حاجه ليا فيها يد خلاص. الاثنين اللي تحت برايه، برايه ماليش فيها يد. الاثنين الشمال، شمال بوزيتيف حاجات ايجابيه. الاثنين اليمين نيجاتيف حاجات سلبيه. طيب فلا تقع شمال ولا تقع يمين، يعني ايه بقى؟ لا تقعد تبص الشمال فتشوف الحاجات البوزيتيف فتقول ايه انا جامد انا سوبرمان انا هكسر الدنيا، ولا تقعد تبص يمين. خدوا بالكم كاركترز، في ناس بتقع كده وناس بتقع كده، ولا تبص يمين وتقول ايه يا نهار اسود كل دي ويكنسز وكل دي ثريتس، مفيش فايده مفيش فايده يا فاشل يا فاشل. في الاخر انت بتبص على تحليل الوضع الحالي على ايه؟ على الاربعه بيطلعوا لك مين بقى المربع الكبير ده؟ حضرتك دلوقتي، انت دلوقتي عباره عن المربع الكبير ده. واضح يا جماعه؟ بس اهم حاجه ما يبقاش في انحياز لاي طرف، يعني لا شكرا. انا بسميها بقى ايه؟ لا افراط ولا تفريط. يعني يا جماعه لا تجلد نفسك قوي وتبتدي تكتب ايه؟ انا مسرف، انا وحش، انا عصبي، انا اكتب الحاجات المرتبطه بايه؟ بالمشروع والمؤثره والحقيقيه خلاص؟ ولا تبتدي تكتب نفسك انا جامد انا عنتر انا هعمل. في الاخر لا افراط ولا تفريط، يعني لا افراط لا انت تبالغ ولا تفريط، يعني لا انت تتساهل وتقول دي مش مهمه مش فاهم. اكتب بالعقل بالبي اسيرتيف بالحزم، يعني يعني الحاجات اللي هي تفيد لا هي زياده ولا هي اقل خلاص؟ طيب نقطه مهمه، اجي هنا اقول لك طب انا ما اعرفش، مش انا ما اعرفش، انا اعرف شويه سترينثس وشويه ويكنسس صح؟ طيب دول اسهل اعرفهم، ادور واسال جيت فيدباك اسال الناس. بروتينز وثريتس ما اعرفش يعني. خدوا بالكم بقى مش انا سالتكم على الثمره؟ طيب اي قرار بيطلع ليه علاقه بمشروعك هو يا اوبورتيونتي يا ثريت. جم شالوا الجمارك بقت ايه؟ لو ليه علاقه بمشروعك اوبورتيونتي. هم حاطين ايه؟ اوبورتيونتي يا جماعه ساعات بيبقى فيه اوبورتيونتي. دبروا الضرايب ثريت. انت عايزك بقى فاي قرار مرتبط بمشروعك دايما يا اوبورتيونتي يا ثريت خلاص. طيب انا ما اعرفش ايه الاوبورتيونتي وايه ثريت، اعمل ايه؟ فاسالوا اهل الفكر ان كنتم لا تعلمون. ارجع لواحد عامل مشروع شباب، دور على النت. في الاخر يا جماعه انت حطيت ايدك اتحرك ازاي؟ ابتدي ايه بقى؟ اتحرك. جوجل ما سابلكش سبب، تقدر تجوجل وتدور، بس في الاخر لما تسال اهل الخبره واهل الذكر والناس اللي سبقتك والناس القديمه تقدر تخرج منها بنتائج افضل، بالذات لو في نفس مجالك. وضحت؟ واضحه الوضع الحالي؟ هي
كده حددنا انا عايز اروح فين وحددنا ايه انا واقف فين فاضل ايه اروح ازاي اروح ازاي التراك الطريق قلنا عشان اروح ازاي بحدد الايه الجولز كود كده قاعده ظريفه بتقول ايه people who have goals succeed and people who succeeded they had goals يعني بقى افسر الماء بعد جودي الماء الناس اللي كان عندها اهداف نجحت والناس اللي نجحت اكيد كان عندها ايه اهداف يعني ايه بقى يعني الاهداف والنجاح متلازمان اللي عنده هدف هينجح واللي نجح اكيد كان عنده ايه هدف ما عدا الاستثناءات بقى واحد عنده هدف وما نجحش ما خططش نجحت واللي والناس اللي نجحت اكيد كان عندها اهداف عكس هو تلازم شرطي يعني الاثنين ماشيين ايه مع بعض خلاص طيب واحد بقى نجح من غير ما يبقى عنده هدف كوسه واسطه بتاع بس خدوا بالكم بقى هينجح حاجه وانه يكمل حاجه ثانيه خلاص you can gain a job but you cannot guarantee sustaining in a job انت ممكن تاخد شغلانه بس ما تضمنش انك تكمل في الشغلانه فاخدان الشغلانه بحد ذاته ولا في قاعده ثاني ممكن هو يديله واسطه ويكمل وينجح وخلاص انا دوبت يا رب عيش عليها بقى 5-1 انا دوبت 5-1 عيش عليها بقى ده كل مصر كده ايوه 5-1 على فكره هو 5-1 دي مصر كويس يا جماعه بصوا بصوا انتوا بتتكلموا عن مين؟ عنه براحتك يا جماعه العب على مين؟ انا عندي القاعده الثابته في مصر كده وكل الناس ناجحه بس بيبداوا واسطه بيجوا بره مصر خلاص بص بقى تاني يا تنتن يا تنتن هتقول القاعده الثابته هي نفس اللفظ اللي غيرك بيقوله الظروف العيشه البلد يا تثبت القاعده يا دي ايه؟ تعمل لك قاعدتك، انت حر بقى. صح؟ هتقول بقى كل واحد بقاعدته كل واحد بقاعدته وانت اختار وفي الاخر الطريق طريقه. طيب فبيبول هو هاف جول سكسيد اند بيبول هو سكسيد هاف جولز. تعالوا بقى ايه؟ نقول حاجتين مهمين. تقدر حضرتك لو في سلم 10 سلمات 20 سلمه بقى عشان يبقى دور يعني تقدر تنطهم مره واحده؟ لا طبعا اكيد لا صح؟ طيب عشان تطلع الدور لازم تعمل ايه؟ سلمة سلمة او سلمتين سلمتين ثلاثة ثلاثة لو انت الفتنس عليهم صح ولا لا؟ وبالتالي غصبا عنك في الاخر لازم تاخد ايه؟ سلمة مراحل فالفيجن بتاعت حضرتك دي بتاعت حضرتك دي حاجة على مدى ايه؟ 10 سنين فافتكروا بقى ما حدش يقول لي انا مش عارف اشتغل ايه انا جاي دي انا حلمي ان انا اتخرج دي سمعتها على فكرة بالمناسبة انا حلمي ان انا اتخرج فهو حلم حلمي ان انا اتخرج طب انا اول ما اتخرج ارمي نفسك من البلكونة انت حققت حلمك خلاص خلاص فالفيجن دي حاجة لونج تيرم عشان تحققها مش هتقدر تنطها ايه؟ مرة واحدة فلازم تعمل ايه؟ تقسمها لازم تكسرها لمحطات رئيسية اللي احنا بنسميها الايه؟ الجولز عشان حضرتك توصل لهنا تو ريتش يور فيجن او جول لازم تقسمه لايه؟ لمراحل لخطوات عشان في الاخر تقدر تشوف هنا بقى برضه بيجاوب على سؤالك يا احمد انت حطيت حلم كبير صح؟ مش مصدقه ما عنديش حاجة ابتدي اصدقه امتى؟ لو انا قلت لنفسي حلمي اني عايز اخد نوبل في المجال بتاعي. خلاص؟ انا عايز اخد نوبل ده الحلم في المجال بتاعي. تمام؟ طيب انا بحلم كده زي مين؟ زي الصغيرين. زي الكبار هقول ايه؟ نوبل مين يا عم انت مجنون انت مش عارف تخلص اصلا ماجستير. صح ولا لا؟ طيب احلم زي الصغيرين عايز اخد نوبل. احلم زي الكبار اعمل ايه؟ نوبل فين؟ اخر سلمه صح؟ طيب تحتيها مثلا عدد 10 بيبرز مؤثره في المجال بتاعك في 10 مؤتمرات عالميه تحتيها دكتوراه 3 دكتوراه تحتيها ماجستير ماجستير ودكتوراه صح؟ طيب وبالتالي بقى طبعا تحتيها تبقى ايه؟ هنا مطرح ما انت واقف وبالتالي اللي حلمه نوبل اول سلمه عنده ايه؟ الماجستير الماجستير صح؟ اللي هي ايه بقى؟ كام سنه؟ سنتين 3 في 5 سنين اقول متوسط 3 ل 5 سنين صح؟ والدكتوراه بنتكلم في 7-8 سنين. طيب خد الدكتوراه زغريت بقى والدكتور راح والدكتور جه هو بالنسبه له ايه؟ لسه دي خطوه صح؟ طيب اللي حلمه بقى هنا ياخد الدكتوراه حلم حياته تحتيها ايه؟ ماجستير لا مش بعيد يبقى تحتيها كمان فيسس وتحتيه للدكتوراه سلالم برضه صح؟ والماجستير هنا تحت الماجستير ايه؟ اتخرج تمهيدي ماجستير وتمهيدي واتخرج صح ولا لا؟ حلو ولا وحش؟ مالناش فيه بقى مالناش فيه حلمك هو سقفك انت مالكش دعوه بسقف غيرك صح؟ على حسب الشخص ما تزعلش بقى لما تشوف غيرك سقفه اعلى منك مين اللي حاط السقف؟ انت مين اللي بنى؟ انت هي دي القصه واضح؟
فحلم نوبل بقت اول سلمه عند دكتوراه. اول سلمه بعد قد ايه يا جماعه؟ 7-8 سنين. ياه، ومين يعيش يا عم؟ حر. واللي بيحط حلم حياته ده بيفضل ايه؟ يفضل يتحرك لغايه ما يجيب، فيجيب دي. وزي ما قلت لكم هو زوين لما جاب نوبل ركب لا شغال وبتاع، جاب اعلى من نوبل. هي دي الفكره. واضح يا جماعه؟ فاول حاجه بيقول لك لازم تحدد المحطات الرئيسيه اللي عايز تعدي عليها. طب انا ما اعرفش المحطات الرئيسيه، حاجه من الاثنين، فسالوا اهل الذكر. فتبتدي تسال ودور وسيرش وتبتدي تشوف ايه اللي لازم تعدي عليه عشان توصل لحاجه كده. خلاص؟ اول حاجه. الثانيه خد اول محطه وابتدي ايه؟ انحتها. اللي هي مين؟ ماجستير فور اكزامبل، 3-5 سنين دي محطه. تمام؟ فانت حاطط حلمك ده تفتكره كده، النوبل دي المدى بتاعها قد ايه؟ 15. لا غلط بقى، لان انت ده عامل بالظبط كده زي انا هحفظ القران. عارفين يقول احفظ القرآن. لازم تحط مده زمنيه. اه انت كده لما بتقسم المحطات دي وبتسال وبتدور تبتدي تقول دي 3 سنين، ده عايز لك متوسط 5، دي كذا، نوبل دي 18 سنه، 15 سنه، 25 سنه. طب اقول لنفسي بقى ومين يعيش؟ طب ما يمكن عبال ما اوصل لحد تاني يفتح القسطنطينيه. صح؟ بالظبط. براحتك اركب، يا تنتن يا تنتن. صح؟ طيب فاحنا قسمنا، بيقول لك بقى خد اول جول، انت قسمت المحطات الرئيسيه، تاخد اول جول تعمل فيه ايه؟ خلاص تطحنه بقى، المفروض ده تبتدي ايه؟ تشتغل عليه. مش كده بيقول لك سمعت على القاعده اللي اسمها سمارت جول؟ طيب ايه سمارت جول؟ بيقول لك الهدف اللي حضرتك بتحطه، خدوا بالكم بقى، الفيجن هي ايه؟ رؤيه، حلم. الهدف هو ايه؟ محطه. اهداف مرحليه. الاهداف دايما مرحليه. المرحليه دي بقى تفتكروا الهدف متوسط الوقت بتاعه قد ايه؟ متوسط الوقت بتاع الهدف قد ايه؟ كام سنه؟ هدف؟ كام شهر؟ حسب ايه يعني؟ حسب ال ايوه شكرا. لا حسب الحلم اللي هدفه. لا ما هو ماشي، ما هي برضو الحلم دكتوراه في 10 سنين فقصيره المدى عنده هتبقى 6 اشهر. اللي حلمه نوبل قصيره المدى عنده 3 سنين. فهي المسمى هي ابلاي على كله، انما هو الوقت قد ايه بتاع الهدف على حسب الحلم. اللي عايز يوصل اسوان لازم يعدي على 4 محطات، المحطه فيهم بتاخد 4 ساعات. صح؟ اللي عايز يطلع اسكندريه هعدي على 4 محطات، المحطه فيهم بتاخد نص ساعه ساعه. صح ولا لا؟ فعلى حسب وقت الهدف، على حسب الحلم، وعلى حسب الهدف نفسه. خلاص؟ طيب بيقول لك بقى عشان ابتدي اكسر تبتدي تعمل ايه؟ تاخد اول هدف تحققه، حققته وجبت الماجستير، الناس سقفت وصغرتت، انت ايه؟ انت شايف طلعت السلمه اللي بعديها، حققت وخدت الدكتوراه. يا نهار ابيض، الدكتور راح الدكتور جه واتعين في الجامعه والكلام الحلو ده، انت بالنسبه لك ايه؟ انا عمال اعمل ايه يا جماعه؟ عمال اطلع سلمه بسلمه بسلمه عشان اوصل لمين؟ الفيجن بتاعتي. واضح؟ طيب بيقول لك بقى كل هدف المفروض يبقى سمارت جول. سمارت جول يعني هدف ذكي، وهو مقصود بيه او انا بسميه الهدف الناضج المكتمل. ايه الهدف الذكي او الناضج او المكتمل ده؟ بيقول لك هو سمارت، اسمه الهدف الذكي وتكوينه هدف ذكي. فكلمه سمارت متقسمه اس ام اي ار تي، كل كلمه بتحدد لك ازاي بقى الهدف ده يبقى ذكي، ازاي ابلاي انه يبقى هدف ذكي او كويس. ليه بقى؟ عشان يخرجك من الحصان والجزر. انا هاخد الماجستير قد ايه؟ ما تقطعش بقى، دي فتوحات، دي 90 من ربنا، سمع من الله. ايوه طب هتعمل ايه؟ هتينا شغالين اهو، ربنا يسهل. صح؟ فهو بيقول لك الهدف يبقى سمارت عشان يبقى حاجه تتطبق. فاول حاجه الاس اختصار لكلمه ايه؟ سبيسيفيك، محدد. يعني ايه محدد؟ يعني ما تقولش ايه انا عايز اتعلم، لا محدد، ده الهدف نفسه مش المده. انا عايز اتعلم، انا عايز اعمل انجاز علمي، انا عايز اطور نفسي في التعليم. انت كده حددت؟ يعني عايز تطور نفسك في التعليم، تاخد دبلومه 6 شهور ولا تعمل دكتوراه في 10 سنين؟ مش الاثنين تطوير تعليمي؟ صح ولا لا؟ فسبيسيفيك ده دبلومه ام بي اي مثلا لمده 2 سنين، سبيسيفيك ده ماجستير 4 سنين، ايا كان. سبيسيفيك ده افتح اول فرع للمشروع بتاعي. صح؟ كده بقى محدد. غير بقى ان انا عايز افتح مشروع كده سبيسيفيك؟ لا، انا افتح اول فرع للمشروع بتاعي في المكان الفلاني، ده كده سبيسيفيك. الحاجه الثانيه الام ميجرابل. ميجرابل يعني قابل للقياس. يعني ايه قابل للقياس؟ يعني اعرف اقيمه، انا وصلت كده حققت كذا في المية. اه شكرا. كل ما كنت محدد السبيسيفيك كل ما عرفت اقيس. الميجرابل دي بتتحدد بسبيسيفيك، واخر واحده دي اسمها ايه؟ تايم باوند. تايم باوند الاطار الزمني. فعشان اقدر اقيسه لازم اقول لنفسي ايه؟
انا اول هدف عندي الماجستير صح؟ الماجستير هياخد قد ايه؟ 4 سنين صح ولا لا؟ طيب هقول لنفسي ميجرم بعد اول سنه المفروض اكون عامل ايه؟ مخلص تمهيدي صح ولا لا؟ يبقى انا بعد اول سنه مخلص تمهيدي، فلما عدى عليك 6 اشهر حضرتك ما قدمتش اصلا للرساله، معناها ايه؟ انت متاخر. عرفتي منين؟ عشان انا حددت وحطيت وقت. انما لو قلت لنفسي انا ناوي يا جماعه هعمل ماجستير امتى قد ايه تعمل ايه؟ ربنا يسهل. هيعدي عليك 2 3 سنين ناوي تعمل ماجستير، مش عارف ناوي برضه مش عارف يحدد اي حاجه خالص بقى، لان هو لا حدد هيعمل ايه ولا حدد اطار زمني، فلازم يبقى ميجربل عشان هدف يبقى ذكي يبقى ميجربل اقدر اقيسه. فاقول لنفسي ايه؟ طيب انا عايز افتح المشروع بعد 6 اشهر ابقى فتحت اول فرع، فالهدف ايه؟ سبيسيفيك ايه؟ اول فرع صح؟ بعد قد ايه؟ 6 اشهر صح؟ فاجي بعد 3 اشهر الاقي نفسي اخدت المكان هبدا اشطبه، الفلوس 70% منها جاهزه، يبقى انا ماشي كويس. بعد 3 اشهر اكتشفت انه لا فلوس ناقصه وما عنديش الخبره، يبقى انا كنت حاطط نفسي هنا طلعت فين؟ تحت شويه صح ولا لا؟ فلازم يبقى ميجر واضحه؟ ماجستير والمشروع واضحه؟ طيب تعالوا نكمل. التينبل يعني قابل للتنفيذ. فالهدف عشان يبقى ذكي لازم يبقى التينبل قابل للتنفيذ. مين اللي يقول لي بقى التمهيدي في سنه الماجستير في 3 سنين قابل للتنفيذ ولا لا؟ مين اللي يقول لي اقدر افتح الفرع بعد 6 شهور ولا لا؟ الاسوات اناليسيس. شكرا. الاسوات اناليسيس، مين اللي يقول لك تقدر ولا ما تقدرش؟ الاسوات بتاعتك، عندك ريسورسز، عندك نولج، عندك في ثريتس، في اوبورتيونيتيز. ففي ثريتس فلا 6 شهور مش هينفع، بقت 9 شهور. في اوبورتيونيتيز 6 شهور كتير، 4 كفايه، صح ولا لا؟ شفنا ازاي مربوطه ببعض؟ فالتنبل دي مش تك، مش هقول ان شاء الله هقدر. ما هو ان شاء الله دي احنا بنوصفها بغير حقيقتها. هو ربنا قال الذين امنوا وعملوا، انت لازم تاخد بالاسباب عشان تقدر، مش بس بالايه؟ بالادعاء يعني، صح؟ وبالتالي بقى التنبل اللي يقولها لك مين؟ الاسوات اناليسيس، الى اي مدى هو التنبل؟ وبالتالي التنبل دي من الاسوات اناليسيس ترجع تسمع فين؟ تايم داون. لو انا عامل اسوات اناليسيس كويسه. واضحه؟ طيب اخر حاجه ريليفنت، مش اخر حاجه، يعني اخر حاجه تايم داون بس عشان شرحناها. ريليفنت ليه؟ مرتبط بايه؟ مشروع. ايوه بقى، بالحلم. لازم اراجع كل شويه كل هدف ان هو مرتبط بمين؟ بالحلم. طب هو مش طبيعي يبقى مرتبط بالحلم؟ اكيد. لا. تعالى معايا، معلش اسم حضرتك. محمد. تعالى معايا ابو حميد، في دبلومه هايله في الماركتنج نازله ل 25% 3 شهور تبقى معاك ماركتنج دبلومه. يلا يا معلم، تك تك تك، رحت حضرت عملت. وبعدين بالنسبه لحضانه الاطفال ولا الهواء مش اولوياتي، عشان محدش يقول لي ايوه انا هحتاج ماركت لها وبتاع. بلاش بالنسبه لمشروع القران بتاعتنا ولا حاجه. لا ساعات كتير بنندفع ورا اهداف براقه بس فعليا مش مرتبطه، ما بتسمعش. او هسمع لكم توصيف تاني. في اهداف يا جماعه ماست تو هاف، وفي اهداف نايس تو هاف. ماست تو هاف يعني لازم تعملها عشان توصل للهدف للحلم. وفي اهداف لو عملتها هتساعدك هتزقك. الاولى بقى اخد مين الاول، النايس ولا الماست؟ النايس ده ان هو يبقى كويس لو خدته. الماست تو هاف لازم يتاخد. يبقى انا ما ينفعش اسيب هدف ماست تو هاف عشان هدف نايس تو هاف. واضحه كده اسهل؟ فلازم يبقى ايه؟ ريليفنت. اخر حاجه ايه؟ تايم باوند. قاعده بقى، قاعده. جول وذاوت تايم باوند از نوثينج. اي هدف من غير اطار زمني ابقى قابلني. كم مره كلنا ما حدش يرفع ايده؟ انا هحفظ القران. ايوه. فقد ايه؟ لا دي بقى ده بركه من ربنا، دي فتوحات ما تقاطعش. ادينا بنبدا وان شاء الله وربنا يسهل ويبقى قابلني اسخن جزئين بتاع وبعد كده ايه؟ طب الاسبوع ده مش فاضي، طب الاسبوع ده مش لاحق، مش فارق ما كانش النهارده يبقى ايه؟ يبقى بكره، وما كانش بكره ما يبقاش خالص لما افضل، صح ولا لا؟ فهي من غير تايم باوند مفيش حاجه هتحصل. التايم باوند بيعمل ايه؟ بيعمل سيلف كونفرونتيشن، بيحطك قصاد نفسك. الوقت بيعدي عليك كذا، الخمس سنين هيبقوا 7، ال20 هيبقوا 30 وهكذا. واضح يا جماعه؟ بس صح، يعني في نقطه لازم حضرتك تبني، يعني عشان احفظ القران صح لازم تبني صح؟
اسباب بقى مزاجك انك تبني صح بمعنى يعني انا مثلا واحد مش متجوز لازم يتجوز صح واحده صح عشان تساعده في الوصول للهدف الله عليك عشان بدل ما احط 10 سنين ممكن اخده في 5 سنين صح لا هو مش جول هو لا هو ده مش قصه جول ولا كرايتيريا يعني ايه بقى يا جماعه اللي عارف وعايش ليه مين حضر تايم مانجمنت البوصله الكبيره فاكره اللي عارف وعايش ليه فعنده بوصله كبيره في حياته بتقول له رايح فين في حياته كل البوصلات الصغيره هيحصل لها ايه هتتظبط على البوصله الكبيره فانا عارف انا عايش ليه فجالك عريس اقبله ولا ما اقبلوش نصيب من حلال ومتدين ايوه اهلا وسهلا ايه بقى عندك حاجه عايشها لها فهيسبورت ولا لا ده سؤال جالك سفريه الخليج خدها ولا لا خدها طبعا فلوس وش ممكن اخدها فلوس وش شويه وارجع ممكن اخدها واسيب الهدف ممكن اقول لا دي مش هتخدم صح ولا لا فلو عندي بوصله كبيره كل البوصلات الصغيره هعمل فيها ايه اخد الشغلانه دي ولا لا اسافر السفريه دي ولا لا اعمل دي ولا لا كله هيتوجه على البوصله الكبيره عشان كده يا جماعه الدايلما اللي بنقع فيها في قرارات كتير في حياتنا سببها ان ما عنديش اجابه تاني سؤال انت عايش ليه انا مش عارف انا عايش ليه فبالظبط أرس اللي اتريقنا عليها هي مين هي انا مش عارف انا عايز اروح فين ففي كل موقف ببتدي اسال لها اخد شغلانه ولا ما اخدهاش اتجوزه ولا ما اتجوزوش تنفع ولا ما تنفعش فالراجل بيقول لك ايه مش فارقه لما تيجي تفكر لما تبقى تسال الحاجه بالظبط بالظبط ده ناهيكوا بقى عن اللي ما عندوش بوصله يعني اللي هو ايه بظروفها كده طب يلا يا عم نجرب شويه اللي هو عايش في الكابوس اللي اتكلمنا عليه قبل كده خلاص فتايم باوند يا جماعه فالهدف لازم يبقى سمارت فساعتها يبقى سبيسيفيك ميجربل اتينبل ريليفنت تايم باوند ميزه الاهداف انت بتعمل ايه بقى بتساعدك في كل الكريتيكال ديسيجنز في حياتك زي ما كنا لسه بنقول حاجه بتبتدي تظبط لك حاجات كتير ما هو انت شايف انت ماشي فين عامل ازاي وبالتالي المشروع ده اخش ولا لا ده ينفع ولا لا السفريه دي ولا لا الشغلانه دي ولا لا بتظبط لك الكريتيكال ديسيجنز اللي بتقعد تكون فيها اخدها ولا ما اخدهاش خدوا بالكم جت لي سفريه السعوديه سافر ولا ما سافرش انا مش عايز كلمه على حسب لوحدها اللي يقول على حسب يقول على حسب ايه ممكن يقول على حسب مزاجك انا عايز كلمه على حسب ايه على حسب البلان مش الفيجن البلان كلها بقى طيب خدوا بالكم بقى انا لو جات لي عقبه كده مش قلنا احد الاحتمالات ان انا لف وارجع هي لف وارجع دي ممكن اسافر السعوديه العقبه دي معيش فلوس صح اسافر السعوديه اجيب فلوس وارجع للبلان صح طيب ممكن يبقى الظروف دلوقتي مش نافعه المشروع بتاعي اعمل حاجه اسمها سبندنج بلان ده من عندي لفظ ده مش علمي خالص بعلق الخطه خلاص زي وضع تربلنس مثلا زي اللي احنا فيه فور اكزامبل اعلق الخطه شويه وباخد خطه موازيه اكمل فيها السوات بتاعتي اخد فيها نولج مش عندي اجيب فيها فلوس مش موجوده اعمل كذا استفيد دلوقتي لغايه اما ارجع تاني واضحه فالجولز بتبتدي تحط لك شويه بوصلات كده تظبطها لك على ايه؟ على التراك بتاعك. هو انا اسال حاجه. اتفضل. هو مين اللي يحدد لي الجول ان هو ماست وير او نايس وير؟ طب ما انا كان في حاجات ايه الاسئله كده ايه وانا في الكليه كنت شايفها نايس بس لما طلعت اشتغلت شفتها ان هي ماست وير حتى متاخر مثلا. طيب ده سؤال حلو جدا، مين اللي يحدد لي هي نايس تو هاف ولا ماست هاف؟ اللي هو اللي ايه؟ شكرا، فسالوا اهل الفكر ان كنتم لا تعلموا، اخد اصلا دبلومه ولا ما اخدهاش؟ اسافر ولا ما اسافرش؟ ايوه مشروعك محتاج ولا لا؟ مش عارف. اعرف. اول ما تقول نفسك مش عارف الاجابه ايه؟ اعرف، في واحد يقول لك مش عارف خلاص بقى انا مش عارف. فهتعمل ايه؟ مش عارف برضه. اعرف. اسال، دور، استخير، استشير، جو اهيد. اعقلها وتوكل. احسبها وبعد كده ايه؟ خد القرار ده. مثلا يعني مثال بسيط يعني زي يعني سوفت سكيلز او كده لو انت سالت حد يقول لك عادي يعني البرزنتيشن بالممارسه بتيجي مع ان انا شايف ان هي هو لو ما يعرفش عنها حاجه حتى مهما ما ياخد بقى خبره بس بيبقى عنده يعني فيكس معين. فانا ممكن اسال حاجات هو بالنسبه له اوكي ما اثرتش معاه في شغله او في الكارير بتاعه بس انا بالنسبه لي شايفها ان انا هتبقى احسن ليا او كده ف ايوه خد بالك بقى انها بتبقى حاسه ما في حاجات هي مش هتضرك ضرر مباشر في حاجات مش هتضرك ضرر مباشر هي المشكله انها ممكن تاخد وقت حاجه تانية اولى منها دلوقتي فتيجي تقول ايه زي ما انت بتقول كده هاخد دبلومه سوفت سكيلز شهر خلاص هي هتخسر بالعكس دي اضافه السؤال بقى ريليفنت ولا لا اضافه لمشروعك ولا اضافه شخصيه والله اضافه شخصيه تسمع في مشروعك خدها السؤال الثاني طب في حاجه اولى طلعت ريليفنت في حاجه اولى دلوقتي طب دي هصرف فيها 2000 جنيه احطهم هنا ولا احطهم هنا فاهم اقصد ايه
فهي ماست ولا نايس؟ مين اللي يقولها لك؟ الفيجن؟ ولو الدنيا ضباب اسال اهل الذكر. دور على جوجل، ابتدي شوف، ما انت خد بالك بقى لو راسم التراك القناه هيبقى اسهل يا جماعه. يعني انت لو حاطط انت عايز تروح فين الفيجن؟ وعامل سوات اناليسيس، فعرفت الويكنس فين اللي انت محتاج تعالجها؟ وعرفت الثريتس ايه؟ اسف الاسترينثس ايه؟ فانت عندك حاجات عايز تعالجها، هل دي اولى ولا اللي وقعت قصادك اولى؟ هو ده السؤال. ما عرفتش كل ده اساله على الذكر، انت راسم بقى الطريق والحاجه اللي تغيب عليك تسال عليها، بس الفكره ان لو رسمت الطريق صح بتقلل عدد الحاجات اللي عندك فيها مشاكل. اللي انت محتاج تدور وراها، اتفضل يا احمد. واضحه يا احمد؟ طيب اخلص عشان احنا الوقت سرقنا، واي حد عنده سؤال انا قاعد معاكم يعني ما يقلش عن 3 دقايق لغايه ما نخلص. طيب واضحه يا شباب؟ طيب عرفنا انا عايز اروح فين بايه؟ تعالوا بقى نشوف اوت اوف بلان، عايز اروح فين بايه؟ بالفيجن. بالفيجن صح؟ ايه القاعدتين بتوع الفيجن؟ حلم بمسافه. احنا زي الصغيرين نتصرف زي مين؟ زي الكبار. طيب انا واقف فين؟ بعملها ازاي؟ سوات اناليسيس، لا افراط ولا تفريط، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صح؟ ابتدي اعمل السوات بتاعتك عشان في الاخر تعرف انت فين من اللي انت عايز تعمله ده. خلاص؟ اروح ازاي؟ الجولز. خلاص؟ ايه القاعده؟ قسم محطات رئيسيه، خد اول جول واعمل فيه ايه؟ سمارت جول. سمارت جول، حط سمارت جول، ابتدي قسمه عشان تبتدي ايه؟ تنفذه. بدات تعمل ايه كده؟ بدات تتحرك على الطريق. طيب عدى 10 سنين وما حققتش. طيب انا خالد مت بعد 3 سنين، علينا السعي وعلى الله النتيجه، مالكش فيها بقى صح؟ وسعى لها سعيها، ما قالكش وجابها. الجنه ليها سعي انت بتسعى له، في الاخر النتيجه بتاعت ربنا حققها لك، خير وبركه، خش في اللي بعده. اتحققتش سعيت والنتيجه بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. فالقسطنطينيه اتفتحت، تعمل ايه؟ افتح غيرها صح؟ المشروع بتاعك وقف. احنا خدوا بالكم بقى، احنا قلنا هنا ممكن اجي واغير لو ده مش مهم صح؟ او لو تيقنت اني مش هقدر اجيب ده. بس خد بالك لو ده يهمك قوي هتتوجع قوي قبل ما تاخد القرار ده. صح ولا لا؟ بالظبط. ساعتها حضرتك حطيت الفيجن، عرفت انت عايز تروح فين؟ عملت سوت اناليسيس، عرفت انت واقف فين؟ حطيت الجولز، هاو تو جو ذير؟ سو عندنا ثلاث ملاحظات للختام. ثلاث نصايح. الأولى ستارت ناو. كنت بقول للناس قبل كده لما كنت أنا بدي المحاضرة دي من 4 أو 5 سنين، كنت بقول للناس اقعد اعمل خطتك، خد وقتك، دور على سوات أناليسيس. الفيجن محتاجة دعبسة عشان أتخيل نفسي بعد 10 سنين عايز أبقى إزاي، فخد وقتك. أنا دلوقتي بقول للناس لا خالص، حط انيشال بلان الليلة دي والنهارده، يعني النهارده على راي الله يحرمه اوباما يعني. طب ولو حد الليله دي اصبر عليا اصبر عليا اصبر عليا اصبر عليا النهارده، حط انيشال بلان، طلع اللي انت شايفه، تخيل نفسك بعد 10 سنين بصوره ضبابيه كده عايز تبقى ازاي. السوات اناليسيس بتاعتك خد اسبكت واحد يهمك على الاقل. يا جماعه حط ايدك في النار، امسك ورقه وقلم وشخبط الليله دي نص ساعه مش اكتر، بس حط البلان. لو حطيتها يا جماعه الانيشال دي نفسك هتتفتح، هتبتدي تبقى عايز تعرف ازاي اظبط الفريم بتاع الفيجن اللي انا مش شايفه، ايه اللي ناقصني في السوات هبتدي اكمله. والنصيحه الثانيه الاهم، ستارت ناو دي، حط انيشال بلان وابدا ايه؟ اشتغل بقى، شغل المكنه واتحرك. وانا رايي هي كده كده هتتطربق على دماغك يا ابو السرطان، هي كده كده البلان هتتدمغ. فانت مش لازم احط، هو بيقولوا اوفر اناليسيس از باراليسيس، كتر التحليل شلل في التطبيق او شلل في التفكير. فانت حط البلان وهي كده كده ايه؟ هتتظبط وانت ماشي، حط انيشال بلان وابدا ايه؟ اتحرك عليها عشان تنجكت يور سيلف. هديكم مثال مشهور، فاكرين جدول الامتحانات؟ جدول المذاكره بتاع الامتحانات؟ دي قبل الامتحان بشهر؟ اخد يومين اخطط واسطر واحط الجدول واظبط واعمل وبتاع. اقول لنفسي ايه الجدول اللي هبدا من بكره؟ اخلص الجدول تعبت بقى، اريح شويه، اروح مريح اسبوع، البلان ضربت الف سلامه، ترمي الجدول وتبدا تضرب في ايه؟ اول حاجه تيجي قصادك على الصعب، على اللي مش فاهمه، على اي حاجه. لا ستارت ناو، تاجلش، اعملوا النهارده يا جماعه انيشال بلان، حط الثلاث مربعات، اكتب لنفسك انيشال فيجن. انا من البلانز الكريتيكال اللي اتحطت في حياتي كانت في طياره في سفريه ساعه ونص. على النوت ومسكته وخططته وكتبت، طلع معايا حاجات كتيره جدا. خدوا بالكم بقى نصيحه لوجه الله. الكتابه هتورطكم مصايب.
سوات اناليسز هتشوفوا حاجات عن نفسكم ما كنتوش شايفينها في نفسكم من غير ما حد يقول، مجرد ما تمسك ورقه وقلم وتبتدي ايه تكتب. خلاص، فاول حاجه ستارت ناو. تاني حاجه مهمه جدا جدا من الرولز بتاعه البلاننج، بس بقولها في الاخر عشان لو ما قلتش في الاخر الناس بتنسى. واتش اوت، يعني ايه بقى؟ انظر نظره بعيده. لا، واتش اوت، راقب، مونيتور، خطه من غير مراقبه ولا حاجه. حضرتك رسم التراك كده، جالك قلم رماك كده وحضرتك مش بتتابع الخطه، ايه اللي حصل؟ تفضل ماشي كده وتكتشف بعد 10 سنين انا ايه اللي جابني اسوان، انا كان المفروض اطلع بحري، صح ولا لا؟ كان واحد صاحبي ليه كود ظريفه كده بيقول لك اللي بيعمل بلان من غير ما ياخد فيدباك ويمونيتور، من غير ما ياخد كده راي الناس ويراقب ويراجع، عامل زي اللي بيغني في الحمام. ايه اللي بيغني في الحمام؟ ماله بقى؟ صوته حلو طبعا، هو ما حدش سامعه، هو شايف ان صوته حلو بيدندن زي الفل في حته لوحده وخلاص. فانا ايه؟ زي الفل وماشي على البلان وكل حاجه، وفي الاخر انت بتغني في الحمام. اول ما تطلع تغني بره يبتدي الشباشب تيجي والناس تقول لك ايه؟ ما تغنيش تاني، انت بتغني وحش، حسن صوتك، وهكذا. وبالتالي واتش اوت، انت محتاج مراقبه. فانا بنصح الناس دايما حضرتك تراقب نفسك، ان سيك فور منتور، شوف حد يبقى منتور، مراقب، الاب الروحي، العين بتاعتك اللي هو في الاخر ترجع له كل شويه، اخوك، صاحبك، والدك، والدتك. مش عيب يا جماعه، الناس دي بنستفيد منهم وبيتبسطوا وهنطلع منهم بكلام كويس. يعني هم مراقبين ليه؟ انت راقب نفسك وخلي حد دايما بيراقبك عشان يشبشب لما حضرتك ترخ، زي ما بنخ على طول. تيجي يقول لك انت ما عملتش، انت اشتغل، انت ما قدرتش، عشان كده اختار المنتر. حد حاجز ليا او بيدفعني مثلا لما احس كل حاجه، هو منتور، مراقب، هو محفز، هو موجه، هو بيشبشب، هو في الاخر حد يهم امرك ويقدر يفيدك. طب وساعات مختلف وجهه نظري عن وجهه نظري، اعمل اللي انت عايزاه وده يبقى فاهمه، هو مش مشكله يعني. طبعا انت الفلتر بتاع نفسك، دي قاعده عامه في اي حاجه، انت فلتر نفسك. هو دوره دي قاعده واحد ان هو بيبقى مراقب. لا، دوره ده انت اللي تحدده، بس في الاخر يا جماعه خد لك بنته، دي نصيحه عامه. ماشي ماشي. الثالثه بقى ريمبر، شايفين ده؟ كنا قلنا ايه الدفء فين؟ الدفء في قمم الجبال. طب ده الجبال تلج، ده الجبال فوق تلج، ازاي الدفء في قمم الجبال؟ ما حدش سال السؤال ده؟ في مجهود. اه شكرا يا جماعه. اللي بيطلع الجبل، اللي بيطلع السد، عبال ما بيطلع هو بيبقى سخن لوحده، تلاقيه بشورت ونص جم والناس كلها لابسه الدولاب كله. ليه؟ لان الناس تحت بردانه من شويه هواء، هو واقف في وسط التلج فوق ليه؟ عشان هو مجهوده لوحده دفاه. ان الدفء في قمم الجبال وليس في قاع السفح الذليل. نختم ببيتين شعر الامام الشافعي اللي حرمهم لنا واحنا صغيرين: على قدر الكد تكتسب المعالي، ومن سهر ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رمى العلا بغير كد اضاع العمر في طلب المحال. في شطر من الاربع اشطار دول، نص من الاربع تنصاص بتوع البيتين، هو اللي يهمني اكتر نص. انهي واحد؟ تاني. في شطر من الاربع اشطار: ومن رمى العلا بغير كد. عايز توصل للجبل من غير ما تشتغل، حصان وجزره، ابقى قابلني. من غير شغل مش هتوصل لاي حاجه. دلوقتي عرفنا اجابه السؤال، ها؟ عرفت انت عايش ليه؟ عرفت على الاقل ازاي تعرف؟ محتاج قعده في البيت. محتاج قعده. على قدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رمى العلا بغير كد اضاع العمر في طلب المحالي. في بلان واحده. طالما كل الطرق تؤدي الى روما اللي هي نفس الفيجن، حطهم في بلان واحد. اينما اختلفت الفيجنز او الرؤى لازم ليها ايه؟ بلان واحده. فلما الفيجنز شطارتك تجمع فيجنز مع بعض، فكل ما جمعتها سهلت على نفسك، قللت عدد البلانز. الفيجنز اجباريا اتفرقت، انت شخصك غير كاريرك غير بيتك غير امتك غير غير. وقلت لكم الراجل الصيدلاني ده هو في الاخر هي بلان واحده، ابنه بس. مش لازم عندك 10 بلانز عشان تبقى وهم. تعليق تاني سريع: حلمك هو سقفك، صح؟ لما تيجي تحط الثلاثة بلانز مش لازم تبقى رائد فضاء في الثلاثة بلانز. انت ممكن تقول لنفسك انا عايز ابقى انا رائد فضاء في دي، وبطل الجمهورية في دي، وفي دي مقضيها زي الفل. مش لازم ابقى في الاخر سقفي ضارب في كله، بس في الاخر لو دورين في كل البلانز فايه يعني انت ورزقك. تمام؟ حد تاني كان رائع. اتفضل. هو انا دي التعليق ده مش على المحاضره دي بس انا دايما يعني اي محاضره احضرها بخش على العنوان بتاعها وانتظر ان انا اخرج بالاجابه.
صح دايما بدخل المحاضره وباخد من كده. صح شكرا. ده تعليق حقيقي بيحصل، لان في الاخر احنا كترينرز او كانستراكتورز اولا ليس المتحدث بافضل من السامع، قد يكون في اوقات كتير وضعه اسوأ من ناس كتير اعلى. الحاجه الثانيه، اكبر غلطه يعملها لك ترينر ويجي لو حصلت انا شايفها مشكله، انه يديك اجابه. انا دايما دايما الهدف بتاعي اعلمك الصيد ما اديكش سمك، انا بديك المنهج لان في الاخر انا هديك اجابه انا مش شايف اللي انت شايفه، فيا بعمل لك مسليدنج يا بحبطك. واساسا الصح هو انا ما بقاش مستني اخد منك اجابه، انا مستني اعرف اخد لك اجابه. صح، انت عمرك ما هتطلع من الاجابه. وشكرا على السؤال ده يا جماعه. لو ما مسكتش ورقه النهارده وحطيت الثلاث مربعات زي ما احنا حاطينهم، فيجن سوات اسمه ايه بعد الخروج يعني خلاص والجولز خلاص، مش هتطلع بقى اجابه، هتفضل تفكر تفكر، وده بيفكر ويحلل ويفكر ويحلل، مش هتطلع بقى حاجه. امسك ورقه وقلم واسال نفسك الفيجن، انا بقى عايز بعد 10 20 سنه ابقى عامل ازاي؟ في ايه؟ في حياتي، ولادي، انا مش لازم ولادي خالص، مش لازم شغل خالص، مش لازم انا خالص، مش لازم اي حاجه، مفيش حاجه لازمه، انت اللي تقرر ايه لازم وايه اللي مش لازم. وبعدين طب عندي ايه منه دلوقتي سوات؟ طب ايه المحطات لازم اعدي عليها؟ مرضي كده اعمل حاجة، امسك اول جول وابدا ايه؟ اضرب فيه نار. ساعتها انت عرفت مبدئيا انت عايش ليه. واخدوا بالكم يا جماعه تاني، هو ده سؤال المحاضره، لان هو المفتاح. من غير ما اسال نفسي انت عايز زي الفل عادي. لا وحضرتك يعني انا عايز اقول نقطه، ان حضرتك يعني ايه؟ اديتنا بحاجه اندايركت كذا هدف في وسط كلامك، وده ذكاء يعني. انا بحترمه جدا في حضرتك. انا مش ذكاء. النقطة الثانية، انت بتعمل حاجة ثانية، ان انت بتحافظ اللي قاعد، ودي حاجة يعني ما حدش بيعملها. اشكرك. يعني انا مش محتاج اراجع على الكلام اللي انا اخدته. لغاية بكرة. لا بكرة يعني ولا بياض وحاسس ان انا ايه الكلام ده انا حفظته. دي برضك دي ميزة، بسم الله ما شاء الله. اشكرك. لان لو اي حد تاني بص ان دي نقطة مملة ان حضرتك بتدي الكلام، انا شايف ده انا متعود دايما الناس ما بيتفقش حد كانوا اتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بتعمل انت كم هدف يعني بطريق غير مباشر، حفظ القران مش عارف ايه. انا طبعا يعني برضه خد بالك بقى، انا في المحاضره دي كتير قوي بيطلع اهداف ما بتخطرش على بالي. يعني انا مره واحده قالت لي انا عايزه يبقى عندي اكبر ورشه مفارش عربي على مستوى مصر وافريقيا. اي حاجه. وفي ناس بقى بصيت لها كده اللي هو فارس ايه الهيافه دي؟ دي الناس بقى اللي بتبص لهم على انهم ايه؟ دول كل هدف ليه معنى ودي في الاخر كل واحد يا جماعه اهل مكه ادرى بشعب. بالظبط. كده جاوبت سؤالك؟ اللي كده ما هو انت عايش ليه؟ انت عارف. طيب ايه السؤال تاني؟ يمكن انا فهمته غلط. مش طالع بالاجابه. ايه السؤال تاني؟ انك ما طلعتش بالاجابه بتاعت انت عايش ليه؟ بس ما لا هو انا قلت لك الموضوع مش خاص بالمحاضره دي ازاي؟ كل التايتلز اللي بدخل على انا نصيحتي دايما محمد الابلكيشن. لو خرجت من المحاضره بتفكر بس من غير ورقه وقلم ما بتطلعش حاجه. انا كترينر اهو لو ما عدتش بعد اول مره بدي فيها المحاضره امسك ورقه وقلم وابتدي ابلاي، ما كنتش عملت كده قبليها، بلاقي نفسي الموضوع ضايع. فجرب في اي محاضره امسك ورقه وقلم. على فكره النصيحه اللي بقولها في الاول هي سام سورت اوف بلاننج بالمناسبه، انك تطلع حاجتين ثلاثه وتبتدي تشوف هتعمل فيهم ايه وتتابعهم ازاي. ده انا بدي للناس كبسوله بلاننج كده بس من غير ما اسميها بلاننج، عشان في الاخر تخرج بحاجه. فامسك ورقه وقلم واحنا مع بعض يعني الشباب مع بعض. حد عنده سؤال؟ لا بس انا بس مش فاهم الحته دي يعني ايه لما ايه بس لما اجي اخش في المحاضره ببقى عايز. لا ما اعرفش كنت فاهمها دي مشكلته هو، سيبك منه خالص. لا بجد مش اصل لا ما بيخرجش في حاجه سوليد يعني، بيبقى منتظر حاجه معينه وما بيخرجش في حاجه سوليد. ده وارد. دي مشكله. وده وارد بس في الاخر من غير ما تبتدي انت تحط ايدك على فين الحاجات اللي تفرق معاك وتبتدي تحولها من النولج لابلكيشن. ساعات بنسميها في فينومينا كده او ظاهره اسمها الهيد نودنج. يعني تقول للناس انت لازم تحط هدف، تلاقي الناس بتعمل ايه؟ طبعا دي اسمها الهيد نودنج اللي هي ايه؟ هز الراس اللي هو تمام منطقي. بس الناس دي بتفضل عايشه في الثيوري بتاعت النولج بس، عندها معلومات ما بتطبقهاش، وكلنا كده على فكره بس بنسب متفاوته. فانت عشان تحولها لتطبيق امسك وحلل وفرس وابتدي ايه؟ شوف الكلام ده اخرج منه ازاي بابلكيشن. وبيتهيألي برضه تغيير الحته دي، يا اما انا جايب اوبجيكتيف او جايب هدف انا بعيد عن المحاضره. يعني انا جاي مثلا يومين فاكر منها حاجه ثانيه وهي ثلاث محاضره حاجه ثانيه، بالذات في الاسامي اللي هي يا اما في ترينر ما وصلش للمستوى اللي انا عايزه. صحيح. ثلاثه بقول لك وارد، ما تجيش حاجه ثانيه وارد. حتى عنده سؤال يا جماعه؟ طيب شكرا.